بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم اجز عنا عبدك نبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته، واجز عنا صحابته الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين خير الجزاء يا رب العالمين. أما بعد، فإنه ليسعدنا في هذه الصبيحة المباركة من شهر ذي القعدة الحرام أن تنعقد جلسة مناقشة الطالب في قسم الدراسات العليا مرحلة الماجستير شعبة الدراسات الإسلامية، الطالب مأمون خالد الغرة، وذلك لمناقشة رسالته الموسومة برد الاعتبار في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة بإشراف فضيلة أخينا الكريم الأستاذ الدكتور أسامة الحموي حفظه الله تعالى ونفع به. ويسعدنا أن يكون في المناقشة أيضا أستاذ الفقه في جامعة طرابلس أخي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله. وقد استقر القرار المجلس العلمي على أن نقوم بمناقشة الطالب، فتكون اللجنة ثلاثية في مرحلة الماجستير. والطالب هو مأمون خالد عبد الفتاح الغرة، مواليد دمشق عام 1989، وهو متزوج وقد حاز إجازة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية تخصص فقه إسلامي والأصول من جامعة حلب 2011-2012، ثم دبلوم دراسات الإسلامية في جامعة طرابلس 2017، وسجل في الماجستير في مرحلة الدراسات العليا طبعا عام 2018. وأمامي أنه مجاز في القرآن حفظا، فجعل الله تعالى ذلك في ميزان حسناته ونفع به في القرآن الكريم أينما حل وارتحل. الكلام لتقديم هذه الرسالة ولإبراز أهم النتائج التي وصل إليها الطالب في رسالته فيما لا يتعدى العشر دقائق، فتفضل. مشكورا مأجورا يا أخي مأمون. لا، تعرض البحث وتركز على أهم نتائجه، تقدم لبحثك. نعم. أستاذنا هو سمع قليل. الآن أنت تسمعني أخي مأمون؟ جيد. إذا تقدم بحثك في ما لا يزيد عن 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب.
الصوت واضح بالتسجيل. الثورة الثانية ومنها هل نظام رد الاعتبار في القانون الجزائي كاف للحد من آثار العقوبات؟ ثانيا هل في الشريعة الإسلامية وقواعدها ما يقابل مفهوم رد الاعتبار في القانون الجزائي؟ أما بالنسبة لمنهجية البحث رابعا اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي تحليل المقارنة أي استقراء القوانين ثم تحليلها ثم مقارنتها مع الشريعة الإسلامية. فالمنهج المتبع هو الاستقراء والتحليل ثم المقارنة. اتبعت في هذا البحث 5 خطوط البحث قسمته إلى 3 فصول. في الفصل الأول تكلمت فيه عن ماهية رد الاعتبار بين القانون الجزائي والفقه الإسلامي وتضمنت فيه 3 مباحث. المبحث الأول مفهوم رد الاعتبار في القانون الجزائي. المبحث الثاني تكييف مفهوم رد الاعتبار في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث المقارنة بينهما. الفصل الثالث شروط وأحكام رد الاعتبار في القانون الجزائي والفقه الإسلامي وتضمنته في 3 مباحث. المبحث الأول شروط وأحكام رد الاعتبار في القانون الجزائي. المبحث الثاني شروط وأحكام رد الاعتبار في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث المقارنة بينهما. الفصل الثالث آثار الاعتبار وعراقيل الإدماج في القانون الجزائي والفقه الإسلامي وضمنته في 4 مباحث. المبحث الأول الآثار الجنائية والمدنية لرد الاعتبار في القانون الجزائي. المبحث الثاني العراقيل وإعادة الإدماج في القانون الجزائي. المبحث الثالث آثار رد الاعتبار في الفقه الإسلامي أي آثار الدواء. المبحث الرابع المقارنة بين الآثار والعراقيل لرد الاعتبار في القانون الجزائي والفقه الإسلامي. ثم ختمت جلسة في الخاتمة وتضمن أهم نتائج البحث. سأختصر نتائج البحث في عجالة. أولا ترجع جذور رد الاعتبار للرومان بينما بعضهم أرجع بداية تاريخ الإنسانية. ثانيا اختلفت المدارس ما بين معتبر لرد الاعتبار وما بين رافض لها تبعا لاختلاف النظرة للعقوبة وفلسفتها. ثالثا مر رد الاعتبار ب3 مراحل وهي مرحلة رد الاعتبار الإداري ومرحلة رد الاعتبار القضائي ومرحلة رد الاعتبار القانوني. رابعا إن الاعتبار القانوني يقابله في الفقه الإسلامي الأهلية والعدالة لأن العقوبات تخرم وصف العدالة وتفسق الشخص بسبب ارتكابه الكبيرة. خامسا إن رد الاعتبار في القانون الجزائي يقابله في الفقه الإسلامي التوبة. سادسا رد تعريف التوبة أوسع وأشمل من تعريف رد الاعتبار لأن التوبة ركزت على حال الجاني قبل تنفيذ الحكم وبعد تنفيذه. أما رد الاعتبار فلا يكون إلا بعد تنفيذ الحكم بزوال آثاره. سابعا ركزت الشريعة الإسلامية على صلاح المحكوم عليه قبل عقوبته ولم تكن غاية العقوبة وإنما إصلاح حال الجاني وتأهيله للعودة به من جديد إلى المجتمع. وهذا ما وصلت إليه القوانين المعاصرة في السنوات المتأخرة بعد كثير اختلاف بين المدارس الوضعية. ثامنا التوبة بمعناها الوجداني القلبي لا يدخل في المجال القانوني لأن القانون ركز على الوقائع المادية وليولي كثير اهتماما للأمور المعنوية ولكن يمكن اعتبارها من الأسباب المخففة للعقوبة فقد يلاحظها القاضي عند تقدير العقوبة لإسعاف المرضى وهذه الأمور لا تدخل في رد الاعتبار لأنه قائم بعد تنفيذ العقوبة وهذا يبين سر تفوق الشريعة الإسلامية لتركيزه على فعل الجاني المادي والمعنوي مما يقلل من الجرائم وخطورتها. تاسعا إن نطاق رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة ومنهم من زاد المخالفات ومنهم من زاد الجنحة المخلة بالشرف أو الغرامة بينما نطاق التوبة يشمل كل ذنب عمله الإنسان صغيرا أو كبيرا سواء كان في حق الله أو حق الآدمي. هذا يجعله في الإسلام أوسع مما في القانون الجزائي حيث جعل باب التوبة مفتوحا ومرتبطا بالركن المادي والمعنوي بينما رد الاعتبار متعلق بالركن المادي فقط. عاشرا إن أنواع رد الاعتبار الذي يدخل ببحثنا التي تدخل ببحثنا هما القضائي والقانوني بينما أنواع التوبة على حسب تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة فهو أوسع مما في رد الاعتبار لأن كل ذنب إما أن يكون صغيرة أو كبيرة ولا يخرج عنهما البتة بينما الجنايات والجنح والمخالفات فلا يدخل منها فيها إلا ما نصت عليه القوانين الجزائية وحددتها. 11 أما بالنسبة للتوبة في حق الله وحق العبد فبالنسبة لهذا التقسيم يؤكد أوسعية الفقه الإسلامي مما في القانون الجزائي. فمثلا الغيبة يعاقب عليها الفقه الإسلامي ولا يعاقب عليها القانون الجزائي. 12
إنما اشترطه القانون الجزائي من عدم صدور حكم لاحق في حق طالب رد الاعتبار يقابله في التوبة الإقلاع عن الذنب فورا مع القيام بإجراءات في رد الاعتبار القضائي، بينما يكتفى بظاهر الحال في رد الاعتبار القانوني. 13. إنما اشترطه القانون الجزائي من الوفاء بالالتزامات المالية بالنسبة لغير يقابله في الفقه الإسلامي رد الحقوق لأصحابها. 14. إنما اشترطه القانون الجزائي من حسن السلوك المحكوم عليه يقابله في التوبة ندم التائب وعزمه على عدم العودة للذنب مرة ثانية. 15. إنما اشترطه القانون الجزائي من مضي مدة بعد تنفيذ العقوبة في نوعية الاعتبار، وأن لا يرتكب المحكوم فيها جرما آخر، مثبتا صلاحيته لعودة أهليته القانونية. يقابل في الفقه الإسلامي ما اشترطه الفقهاء من إصلاح العمل في مدة اختلفوا في تقديرها. 16. أما بالنسبة لرد الاعتبار القانوني، حيث يرد بقوة القانون، ولم يشترط البحث عن سيرة المحكوم عليه، بمجرد أن لم يصدر بحقه عقوبة جديدة خلال مدة معينة. هذا قد يتقاطع مع رأي بعض الحنابلة الذين لم يشترطوا للتوبة إصلاح العمل. 17. أما بالنسبة للشخص، استقبل شيخنا اجا قل له انا بالمناقش. خبر جهاد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تسمعني؟ طيب، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور أسامة، هل تحب أن تعرض شيئا الآن؟ بالنهاية. طيب، نستعين بالله ونبدأ مع مناقش الأول. بسم الله، رسالتك يا أخ مأمون عن رد الاعتبار في فقه الإسلامي والقانون الوضعي،
وقلت إنك تريد في هدف الرسالة الرد على الشبهات التي تتهم الفقه الإسلامي بالقصور، هكذا قلت، وذكرت لنا أن هناك من درس هذا الموضوع في اليمن. ذكرت لنا أن هناك من درس الموضوع في اليمن والجزائر وقانون العقوبات بتاع يعني العقوبات السورية والشريعة الإسلامية للأخت غيداء المصري. طيب، دراسات سابقة هذا. لكنك كتمت عنا وجود رسالتي ماجستير في الموضوع نفسه. وين لماذا لم تردها في الدراسات السابقة؟ أنا يعني تقصدت أن لا أذكر في رسالتي إلا الكتب التي طلعت عليها وحتى معي، فإذا أردت أن أذكر لك دراسات سابقة دراسات يوجد عناوين على النت ولكن لم أطلع عليها، أما هذه الدراسات ما وقعت تحت عيني وقرأتها. لا، هذا ليس بقيد ينفع في 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 الرسائل الجامعية. ما أنت استخدمت هنا النت في كثير من المواقع، فكيف ترجع إلى النت في المراجع ولا ترجع إلى النت في الدراسات السابقة؟ أنا رجعت إلى النت في الدراسات السابقة ولكنني لم أرائك عنوان. لا، كيف العنوان ده؟ هي موجودة، رسالة كاملة موجودة على النت، رسالة ماجستير 109 صفحات 2014، رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. صحيح. دكتور فادي، إشراف دكتور فادي شديد، جامعة النجاح الوطنية. ورسالة أخرى موجود خبر عنها، لكن كان ينبغي أن تطلبها وأنت في تركيا، رسالة ماجستير 2007 اسمها نظام رد الاعتبار في القانون المصري والقطري والشريعة الإسلامية، والذي كتبها قاض قطري بإشراف رئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور مأمون سلامة من أعلام القانون الجنائي في العالم العربي، الباحث حسن محمد سعد المهندي، وهذا في الشريعة الإسلامية اللي انت بتقول انه هتدافع عنها، وفيها قانون قطري، وهناك بقانون فلسطيني، وهذه 2007 يعني عمرها 12 سنة. فهذا يعني أنا أرى أنه يعني يقلل من أهمية كتابة البحث نظرا لوجود من بحث هذا الأمر بالتفصيل الذي أنت بحثته إلى حد كبير. إلى حد كبير. و انا استاذن تفضل دكتور، تفضل فضيل. هذا الموضوع حاول احد الاخوه في جامعه دمشق قبل 11 سنه تسجيله، وكنت سواعيا مشرفا عليه، لكن مجلس الفقه الاسلامي رفضه. فأنا بحثت أنا ذاك عن مراجع في هذا الموضوع، لم أجد إلا من كتب فيه في القانون الجزائي فقط، ونقشت أكثر رسالة في جامعة دمشق في كلية الحقوق، لكن كل من كتب فيه كله كتبوا في القانون، لم يقال أنه مع الشريعة. ثم نشرت الدكتورة غيداء المصري بحثا محكما في مجلة جامعة دمشق لا يتجاوز أكثر من 20 صحيفة فقط، وكان آنذاك أنا لم أجد أي
شفتوا كيف؟ طبعا كتب هذا الموضوع مقارنة مع الشريعة، نعم فرجعوا في الشريعة لعل يعني تكون نادرة جدا جدا أو تكاد أن تكون معلومة والله تعالى أعلم. هذا حل يعني عن حد علمي واستقرائي. طيب كانت صعوبة البحث تكمن في هذه النقطة أنه لا يوجد من كتب فيه. سألت الدكتور عبود السراج وهو أستاذ كبير قانون الجزائي في جامعة دمشق والجامعة اللبنانية، قال أنا أشرفت على أكثر الرسائل لكن في القانون فقط أما في الشريعة غير موجود. فسألته هل يستوعب رسائل ماجستير في الشريعة؟ قال لا. فلذلك أنا اقترحت على الأخ مأمون أن يكتب فيه لأنه لم يوجد فيه كتابات في الشريعة. جزاك الله خيرا يا أخي مأمون. نعم. أنت لماذا اخترت هذه القوانين بعينها؟ يعني ما الفائدة من مقارنة بها؟ الفائدة اتباع قيود الشريعة الإسلامية وصلاحياتها ومقام التعصب وقيود كل زمان ومكان. ثانيا إثبات عيب القوانين الوضعية عن مواكبة الشريعة الإسلامية أو سيارة أمريكية حد الحدود. ثالثا أولا ركزت قليلا على القانون السوري أكثر من بعض القوانين الأنمي سوريا. رابعا أنا حاولت قدر الاستطاعة أن ألب أكثر كثيرا القوانين العربية فعلا عرب ومن بينها من يأخذ قانون فرنسي كالقانون المصري وبينها من يأخذ القانون الإيطالي كاللبناني وغيرهم. فكذلك أنني جمعت بين القانون الدولي في خيرا. هذه القوانين التي أنت يعني قارنت بشأنها يمكن أن تقسم إلى زمر، هي مدرسة فرنسية وفي مدرسة بريطانية إنجلو أمريكية، ف يعني المقارنة بحد ذاتها غير مقصودة، لأنه والله مصري سوري لبناني سعودي كويتي إماراتي قطري مغربي جزائري يمني فلسطيني. ما الأمر؟ نريد أن نعرف مما استقى كل واحد منهم أو منها حتى لا يتوه القارئ. فتعتمد أنت منهجية واضحة في كتابتك، فمعروف أن القانون الفلسطيني فيما كان قديما إنما استقي من البريطانيين كونهم احتلوا فلسطين مدة 30 سنة وأعطوها هدية لبني إسرائيل بعد ذلك. وهناك قوانين البلاد المتأثرة بقانون فرنسي كلبنان وسوريا وحتى مصر. فإذا أنت تقسمها إلى زمر والجزائر وهكذا، فأنا أرى أنه حتى يكون هناك فائدة يعني من هذا التقسيم. ثم كنا نتوقع أن تضع لنا أنت، أما وقد ألزمت نفسك بهذا الشرط، جدولا معينا في على الأقل 3 يعني خانات. الخانة الأولى متعلقة بأنواع رد الاعتبار في كل قانون من هذه، والخانة الثانية المهل المشروطة في كل قانون من هذه القوانين، والخانة الثالثة هي الآلية. هل الآلية يقتضي هذا حكم قضائي أم هو أمر قانوني بحت مجرد مضي المدة وهكذا. هكذا يمكن أن ترسم لوحة معينة واضحة لمن يريد أن يقارن بشكل واضح حتى لا تضيع الأمور، لأنه في الخواتيم والثنايا جاءت نتائجك من غير توصيات، علما أنه منذ عدة أيام يعني من حوالي أسبوع فقط، فإن قضاة ومحامين كثر في الإمارات العربية طالبوا بتعديل قانون رد الاعتبار وتخصيص رواتب للمفرج عنهم لمدة زمنية محددة تمكنهم من استعادة توازنهم واندماجهم وإلغاء رد الاعتبار القضائي. فهذه أمور يعني أنت ما
مطالب بمواكبتها. هناك في صفحة التاسعة أخطاء طبعا لغوية وأخرى لها علاقة بالصوغ، تقول قد فرضت علي طبيعة البحث كونه قانونيا بأن تعرضت، كونه قانوني كتبت بأن تعرضت له كل القوانين، كيف يعني هذا؟ بأن تعرضت له كل القوانين يعني ايه كمان؟ يعني ايش بأن تعرضت له كل القوانين؟ انت تقول فرضت علي طبيعة البحث ذلك، اعد صياغتها او صبغها فهي غير واضحة، قلت فاضطررت صياغته بالقانون، كيف هذه كمصطلح مش مفهومة يا اخي؟ لا اقرأ اقرأ هذه فاضطررت، اقرأ لي فاضطررت يعني ايه؟ اضطررت الى صياغته، اضطررت الى ما هيك؟ ايوه كمصطلح، انه هذه الكاف المريضة او نقول باعتباره مصطلحا. طيب هذه الامور الاولى. طبعا الاشكالية البحث انا لومتك فيها لانك وضعت بالاشكالية، وأظن أن أستاذ دكتور أسامة يوافق على هذا كونه أستاذا كبيرا في الفقه. ومشكلة البحث أنت وضعتها تساؤلات كثيرة لا صلة لها، كيف عالجت الشريعة الجرائم؟ هل هذا تنتظر أنت جوابا عليها؟ كيف نظرت الشريعة للمجرمين؟ كيف أصدرت العقوبات عليهم؟ هذه مش أسئلة إشكالية بحث يا أخي، فاحذفها أثابك الله، احذفها واقتصر أنت على ما يتعلق بعنوان رسالتك، الأسئلة التي تسأل عنها، يعني هل هناك رد اعتبار في الفقه الإسلامي؟ هل هذا المصطلح اعتمد في الفقه الإسلامي؟ إذا لم يكن قد اعتمد فما هو الذي يقابله؟ وما هي شروطه؟ وهل هو قضائي أم قانوني؟ هكذا، هذا اسمه إشكالية بحث. مشكلتك المنهجية أنه أيضا في المباحث لا توطئ لا للمباحث ولا للمطالب، تعنون وتدخل مباشرة، والأمر يقتضي سطرين يعني في مطلع كل فصل، أني سأعرض لمسألة كذا في الفصل الأول في المبحث الأول، وهكذا عندما تبدأ المبحث تقول إني أعرض لمسألتين وذلك في مطلب أول كذا مطلب ثاني كذا، هذا حسن التقسيم اسمه. طيب بصفحة 18 تذكر أنت بعض الروابط ولا تضع الرابط، تذكر بعض المواقع الإلكترونية انه بحث في النت، هذا ما ينفع، لابد ان تضع الرابط يا اخي، الرابط. واذا ما اردت ان تضع الرابط كاملا اذا كان طويلا تذكره كاملا هناك، لكن على الاقل تضع لنا ما موجز هذا الرابط. انا اود ان اسألك الان، ما هو تعريف رد الاعتبار الذي وصلت انت اليه؟ هذا في الشريعة ولا في القانون؟ هذا في القانون وفي الشريعة. وينطبق عليه في الشريعة. الشريعة أنا واثق أن هذا التعليم الذي عرفته بعد تعليمي. طيب يعني كيف أنت يعني الآن أنت طابقت بين القانون والشريعة وتقول لي أن القانون قد عجز عن اللحاق بالشريعة؟ نعم عرفته، هذا ينطبق على تعريف القانوني وينطبق على تعريف الشرعي. تجاوزت النقطة التي أنتقدتها القانونية.
زوال أثر الحكم. أنت تقول في شيء اسمه أثر الحكم في الفقه الإسلامي وزوال أثر الحكم؟ كيف يعني؟ واحد زنى أقمنا عليه الحد إذا كان غير محصن فجلدناه، كويس؟ كيف زال أثر، كيف زال أثر الحكم؟ كيف زال؟ بس اشرح لي. أثر الحكم أول ما قطع زي كان محصنا مثلا، غير محصنا لكن على الشريعة الإسلامية بفعل تبعية مثلا التغريب يغرق خارج مثلا موطن إقامته ولكن بعض على سند أو جمعية لكي ينسى الناس جريمتهم أو فعلهم وكي يعود مواطنا صالحا إلى بلدته. طيب ما زال أثر الحكم؟ ما أثر الحكم هو مقصود من إقامة الحكم عليه، لأننا عندما غربناه وعندما أقمنا الحد عليه إنما أردنا الزجر والجبر على الله، لكن أثر الحكم إذا كنت تقصد، إذا كنت تقصد الوصمة اللي عبارة قانونية، ما عندنا شيء اسمه وصمة في فقه إسلامي، عندنا يعير التعيير. طيب من قال إنه لن يعير بعد أن حددناه؟ يعني كيف أنت استنبطت أنت الآن أنه رد الاعتبار هو إزالة أثر الحكم بعد حكم الإدانة يعني بالمستقبل؟ أنا لا أرى ذلك دقيقا، لا أرى ذلك دقيقا، لأنه وهذا ما سأنتقدك عليه في النتائج لجهة تعريفك الاعتبار ثم تعريف رد الاعتبار، عرفت؟ فإنك وزعت أن رد الاعتبار هو التوبة، مش صحيح، رد الاعتبار ليس هو التوبة. أنا ما قلت رد الاعتبار هو التوبة، أنا قلت رد التوبة أو شيء ما رد الاعتبار. طيب أنت مصر على ذلك؟ زوال آثار الحكم، أنت قلت أن الزاد محصن، من آثار الحكم أن المحدود يمصدق عندنا في الشريعة الإسلامية ويصبح غير أهل للشهادة، فعندما ارتاب هذا الشخص افتح 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 يا مأمون على صفحة 215 بند 7. 215 بند 7. اقرأ. خاتمة؟ نعم، بند 7. رقم 7. إن رد الاعتبار في القانون الجزائي يقابله في الفقه الإسلامي التوبة، نعم. شوف نعم، ما أنت أنكرت الآن، شو نعم؟ كيف نعم؟ نعم، أنا قلت لك يقابله في الفقه الإسلامي، ولكن في بند النتائج قلت أن المفهوم الفقه الإسلامي التوبة أوسع مما في الاعتبار القانوني. وقررت الشروط والانواع في ستاتي بعد قليل انها او الشروط الله تعالى انها اوسع مما في يا اخي. انا احب الدقه واكره الكلام الفضفاض، خلاص اذا التزم بالكلام الدقيق. كلام الدقيق رد الاعتبار لا يقابله التوبه، هذا رقم واحد. رد الاعتبار انت الان ترجع له الأهلية إذا فقدت أهليته بالمعنى الواسع، وترجع له عدالته يعني إذا خرمت بفسق أو خلاف ذلك، وترجع له براءة ذمته في حال أدى ما عليه من حقوق العباد. فهذه أبعاد كل بعد مستقل عن الآخر، فلا يختصر بالتوبة. التوبة أمر بينه وبين الله، نحن دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. التوبة أمر باطن. طيب كيف نعرف نحن صلاح الحال؟ في مؤشرات قرائن لصلاح الحال، فنقول وذلك بقرينة صلاح الحال. فهذا أمر لا يمكن نحن أن نحبسه في عنوان اسمه التوبة بس. أذكر
يعني التوبة من منظور مقرئ الجنايات. أنت تتكلم يقابل رد الاعتبار في الفقه الإسلامي التوبة، هذا كلام غير مقبول فقها، لا بد أن تصححه على ضوء هذه الثلاثية التي ذكرتها لك. بند 19، أنت الآن عرفت شرعا أيضا رد الاعتبار، قلت هو صدور قرار من الجهة المختصة يتضمن براءة المتهم عما نسب إليه. هلا رد الاعتبار كيف براءة؟ إذا نفذنا نحن الحكم كيف براءة؟ ما علاقة البراءة؟ طيب أنت قلت اخترته تعريفا لأنك لم تنقده، لو أنك نقدته ماشي الحال، بس ما نقدته. فيتضمن براءة المتهم عما نسب إليه، هذه ما اسمها رد اعتبار بالمعنى اللي أنت تقصده، هذا نوع من إعادة اعتبار بعدما افتري على شخص فقال والله أعادوا اعتباره أنه هذا بريء، أو شطب الحكم وآثار الصادر على المحكوم عليه بغية تمتعه بالحقوق المخولة للمواطن الصالح. بس هنا ربط الأمر بالبراءة ليس دقيقا، وددت أن أرجع إلى هذا المرجع الذي لم يكن في حوزتي حتى أتأكد أنك نقلت بأمانة، لأن الدكتور محمد رجل عالم دقيق في عبارته، فأنت مطالب بالتأكد من هذا حتى لا تحمله ربما ما لم يقصده أو ما لم يقله. طيب صفحة 34 عنونت للتفريق بين رد الاعتبار والاختبار القضائي، طب ما هو الاختبار القضائي؟ وين هالكلام؟ هذا كل الكلام غير موجود. ينبغي أن تعرف، أن تفرق بين مصطلحين، لابد أن تعرف المصطلحين، عرفه. صفحة 38 تقول تبين لنا مما سبق أن رد الاعتبار هو العود بالمحكوم عليه إلى الحالة التي كان عليها قبل تنفيذ الحكم بحقه مع كامل أهليته. هل الحالة التي كان عليها قبل تنفيذ الحكم أم قبل صدوره؟ لا، في صدور وفي تنفيذ. نعم، انا اعترضت على هذه الحاله، ولما قسمها يعني صدور وتنفيذ وبعد تنفيذ وبعد صدور وقسمها الى مراحل الزوج في مشروعاته الجزائيه، واعترضت عليه انه لا داعي لهذا التقسيم ولا يجدي، فقط تنفيذ الحكم وبعد تنفيذ الحكم، وبنيت على هذه عليها كل هذه الرساله. كيف لا يجدي؟ نعم، كيف لا يجدي يا اخي؟ هذا كلام مش فقهي، كلام الفقهي دقيق. صدر الحكم، وبعد ما صدر الحكم تراجع الشهود عن الشهادة، شو مصير؟ مننفذ الحكم ولا هيدي تنهض شبهة تعطله؟ انت ما فيك تلغي مصطلحات مستعملة فقهيا ولها آثار فقهية. لا تتعجل يا مأمون، لا تتعجل. قلنا رد الاعتبار هو أن الحكم أي بعد تنفيذ الحكم، إذا قلنا مثل ما
طيب انت بدك تدافع عن مسألة التنفيذ، بين، يعني انت لما تقول تبين لنا ذلك لابد ان تعلل لماذا اخترت بعد التنفيذ. وين موجود؟ طب طيب طيب انا ساعطيك مثلا على ذلك. كويس، رجل اعطى شيكا من غير رصيد، ما عقوبته في الفقه الاسلامي؟ رجل اعطى شيكا من غير رصيد، من غير مؤونة، ما عقوبته في الفقه الاسلامي؟ شيك شيك بلا رصيد. ما تسمعني؟ شيك تعرف شيك شيكات. اعطى شيكا من غير مؤونة، من غير رصيد، فما عقوبته في الفقه الاسلامي؟ هذا اعطى شيكا من بدون رصيد، يعني اشترى منك بيتك واعطاك ثمنه، ورحت انت الى البنك وجدت ان هذا الشيك لا قيمة له لانه لا يملك المبلغ هذا فرده لك. طيب تمام، هذه ما عقوبة الفقه الاسلامي؟ ما عقوبته؟ يعزر. حلو، يعزر. طيب قال يعزر، فعزروا وفق القوانين، الآن قعد 6 أشهر بالحبس، بالشهر الثاني طلع عفو عام. نعم. كويس؟ نعم. شو بنعمل؟ بنقول له أنت ما رد اعتبارك لأنه أنت ما نفذت الحكم، فتضلك 5 أشهر. نعم. فأنت الكلام عن التنفيذ يحتاج إلى تدقيق، مسألة الصدور ومسألة التنفيذ يحتاج منك إلى تدقيق وإلى وضع قيود دقيقة لمسألة أنه صدر ونفذ ما لم يكن كذا وكذا. هذا هذا ليش ما في تقادم في الفقه الاسلامي؟ انا وكيل يوجد تقادم في الفقه الاسلامي مختلف عن التقادم القانوني، هذا مبحث اخر. ما تدخل حالك هلا انت بامور اخرى. خد انت صفحة 58 قلت شروط العقوبة أن تكون شرعية، أي منصوص عليها. كيف؟ يا شرعية أي منصوصا عليها، تمام، في الكتاب أو 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 إيه؟ لا ما في السنة، أنت شايف السنة؟ العام. شو العام يعني؟ الكمبيوتر هذا السنة فكرته السنة. في الكتاب الكريم او السنة النبوية مطهرة او الاجماع. كويس كويس والله، لانه عم نقول بركن في شي مصدر نحن ما معنا خبره اسمه العام هذا. طيب صفحة 65 قلت إن الإسلام حرص على رد الاعتبار للزاني البكر في تغريبه، ما الدليل على ذلك؟ هلا نحن الآن غربناه مشان نرد له اعتباره؟ نعم. أعطيني الدليل على ذلك. الدليل عبارات الفقهاء عندما تكلموا على سلسة التغريب، يكتب الفقهاء كل تقول أنه على صلاح هذه بعد
إيه يعني هلا ان الان نحن غربناه حتى نصلح حاله، مختلف الامر عن غربناه حتى نرد اعتباره. نعم يا اخي، نحن بدنا ندقق بس شوي بالمسائل، ما بدنا ناخذها بسرعه. في فرق ما بين اننا نحن نريد ان نغربه، عندما قالوا بالتغريب يعني غير الحنفيه، الحنفيه عندهم تعرف انت انه هذا زياده على النص، لكن عندما قالوا بالتغريب هذا نوع من جزء من العقاب، جزء من العقاب، فالجزء من الجزء الرئيسي من العقاب لا يعتبر رد اعتبار. بدك تقول اثره يعين على صلاحه تمهيدا بعد ذلك رد الاعتبار، مش هو بذاته رد اعتبار. صفحة 66، انت قلت انه بالنسبة للتغريب انه والله اجابة التغريب زيادة على النص ولا يعمل به لانه يكون ناسخا. طيب شو المشكلة اذا كان ناسخا؟ شو بدك تعمل بالمنسوخ انت؟ ما اذا كان ناسخا يعني نعمله، ولا شو رأيك انت الان؟ لا، هو لانه يكون ناسخا، لكن مسألة تحتاج الى توضيح، لانه هو ناسخ لكن هم شرطوا بالناسخ ان يكون في نفس الحجية، في قوة الحجية تبع المنسوخ، ولذلك لم تتوفر فيه شروط النسخ هذا الامر. صفحة 70، والله انا ما اقنعتني انت بمسألة قطع يد السارق، انه كيف الان في رد اعتبار للسارق ونحن قاطعين له ايده ومبين ايده، الان تبقى الوصمة مستمرة في جسده، وانت قلت اردت ان ترد هذه الشبهة لكن بحثت عن الرد فلم اجده. سأسألك سؤالا، هل يجوز ان نرد يده بعد ان قطعناها حرصا على رد الاعتبار؟ عندنا كثير تأصيل العقوبة في الفقه الإسلامي من ناحية شخصية الجاني، هناك أحيانا أحمل الجاني لإصلاح المجتمع، لذلك شرع الحدود ومنها قطع يد الجاني، تمام؟ سمحت نقطتك في السارق. أنا عم أسألك، سيب الرسالة. إذا سألك السارق المقطوع يده قال لك يا أخي أنا قرأت رسالتك وشفت أنه الشريعة الإسلامية يعني متفوقة ومعجزة وخالدة وخارقة واللي بدك إياه، بس أنت عم تقول في رد اعتبار بالشريعة، ممكن تردوا لي إيدي اللي قطعتوها تنفيذا لرسالة مأمون الغراء برد الاعتبار؟ شو بتقول له؟ ليه؟ وانا عرفت اهليتك بالشهاده واهليتك بالمجتمع. شو بينفعه الشهاده؟ ما بده يشهد اخي على حدا، بده بس ايده وما بده يشوف حدا بقى بهالدنيا. لانه في الشريعه الاسلاميه هنا اهملت لك، الشريعه الاسلاميه تجاوزت قبل ان حددت لك قبل ان تقدم على السرقه، وانت عندما تجاوزت الحد قطعت لك، فهنا الان الان اهملت. قلت لك نقول إن الجواب على ذلك أن هذه العقوبة هي مفروضة نكالا من الله، نكالا، فتمام، فإن النكال هذا لا يزال، الله سبحانه وتعالى شرع لنا إنزال هذا النكال في من نكل بأموال محترمة ومصانة، فرد الاعتبار ليس مرادا بذاته، يعني ليس مقصدا
بذاته حتى نطوي على المعاني الجنائية لخدمته. رد الاعتبار في المكان الذي سمح الله تعالى به، وفي مكان آخر لا يترك، تمام؟ فهذا من الضرر الجائز شرعا، وإلا كل العقوبات فيها ضرر، لكن الضرر مأمور به، شرعه الله تعالى لدفع ضرر أكبر. طيب، ذكرت صفحة 77 التوبة في الفقه الإسلامي تتفق مع التوبة الإيجابية، وهذه في القانون الفرنسي، وأنت ما عندك لغة فرنسية، ما أدري أنت كيف عزوت إليه. وقلت وهذا نقل بالواسطة، على الأقل أنه تذكر لنا يا أخي رقم المادة، وقال قانون وين قانون؟ قانون في يعني ألوف التشريعات قوانين داخل نفس المنظومة القانونية الجزائرية والفرنسية نفسها. طيب صفحة 80 عندك الآن، تبدأ بالمصري، ما هو مش عارفين احنا المنهج الذي تقارن أنت فيه. أنت بتقول أنا مواطن من سوريا، طيب كيف بلش؟ ساعة بمصر، ساعة بلش بفلسطين، ساعة بسوريا، ساعة بالجزائر. يعني اول شيء مصري وبعدين يا اخي المقارنات تقتضي اما ان تقارن في كل فرع في كل الرسالة واما ان لا تقارن، اما عندما تريد تقارن بمصري بحل تاني بالفلسطيني، هذا ما اسمه مقارنة. خلاص تقول وهذا مما ميز القانون كذا، في حين اني لم اجده في القوانين الاخرى، حيكون في فائدة في رسالتك. فقلت انت الان نصت المادة كذا ثلاث اسطر وفي خطأ مطبع، لان اسمعني، لان مجرد العقوبة بدها تطلع لفوق، اي لان 80، لان مجرد العقوبة هذه تابعة للفقرة التي قبلها. أما فيما يتعلق بالمخالفات فالمشرع المصري وأغلب القوانين الجزائرية العربية فقد استثنتها لأنها تمس رد الاعتبار. كيف يعني تمس رد الاعتبار؟ لأنها لا تمس رد الاعتبار. تمس رد الاعتبار ولكنها لا تدخل في حياة الثوابت. إذن أشطب هذه الفاصلة، ولكنها لا تظهر. ولكنها لا تظهر في صحيفة السوابق الجنائية حتى لا تؤول على محمل آخر. 81 رد الاعتبار للأحداث، بدأت أنت الآن فجأة عنوان جديد ما له صلة، شو الأشخاص مستفيدون من رد الاعتبار؟ بدأت بالأحداث أم بدأت اللي بالقانون السعودي؟ مش ما مثل ما حكينا احنا، ما في منهجية. الأشخاص مستفيدون من رد الاعتبار؟ صفحة 81 رد الاعتبار للأحداث. طيب اقرأ هذا السطر، نص القانون الجزائي السعودي، اقرأه في المادة رقم 4 من لائحة سماع الدعوة ورد الاعتبار. هيك اللائحة اسمها؟ لائحة ما هيك اسمها؟ اللائحة عندهم هي لائحة رد الاعتبار، مش لائحة سماع الدعوة. سماع الدعوة جزئية. وجدت في عنوان هكذا لائحة
والله اعطنا اعطنا هاتي برهانك انا جاهز اعطنا البرهان. ثم نقلت الى المغرب مصر الجنائيه المغربيه، يعني رحت من السعوديه على المغرب، قطعت القاره الافريقيه كلها، مريت بكل المصري هون ما في شيء عن الاحداث. كيف؟ طيب الجزائري وين؟ ما الجزائر قبل المغرب على الخريطة. شو كمان؟ ما في ترتيب هون بالمسألة. ثم ذكرت ما مش موجودة يا أخي يا حبيبي، مش موجودة قبل لك. صفحة اللي قبلها مصري فقط، صرح المشرع الجزائري هون تمام، ما في شيء له علاقة بالأحداث. بدك تقول أنه أنا لا يوجد حكم يتعلق بالأحداث إلا في التشريع مثلا السعودي أو المغربي. آخر سطر 81 قلت بعض القوانين أجازت لغير طالب رد الاعتبار القيام به. شو يعني هالكلام؟ إيه شو اسمه؟ هذا اسمه غير طالب رد الاعتبار؟ لا، اسمه غير المحكوم عليه يا حبيبي، اسمه غير المحكوم عليه، مش اسمه غير الطالب. أنه يطالب به الفروع أو الأصول اللي ما من أجاز له، بس ما اسمه غير طالب الرد، اسمه بالقانون غير المحكوم عليه. هات النص. ما اسمه، ما اسمه يا أخي غير، مستحيل القانون الجزائري ما يقول غير طالب رد الاعتبار. ما هو معروف من الذي يطلب رد الاعتبار والمحكوم عليه، نقول غير المحكوم عليه، ما نقول غير طالب رد الاعتبار. ما هن طالبين رد الاعتبار، هن الأصول والفروع. طيب 82 هناك قوانين نصت على رد الاعتبار للأحداث وهو القانون السعودي. وانت مثل ما ذكرت هون انه والله تحدثت هنا عن القانون السعودي، بدك تحط لنا رقم المادة. رد الاعتبار القانوني بعدين تعريفه، تعريفه انت قانونا ام فقها؟ اذا قانونا ليش ذكرت تحت اعادة الاعتبار الفقه الاسلامي هذا المرجع؟ وإذا فقها وين المرجع الفقهي؟ شفت يا شيخي، صفحة 83 آخر صفحة آخر سطر، أنه لا يحتاج إلى وساطة القضاء، ينبغي أن لا نخلط، يعني القضاء ما بيعمل وساطة بهذا المعنى. أنت تقصد أنه هناك إعادة اعتبار من غير إجراء أو حكم قضائي، وضحها أيضا من غير إجراء أو حكم قضائي. والصفحة نفسها بالسطر الأول في عندك خطأ أيضا بالصوغ، زوال آثار الحكم الإدانة، زوال آثار حكم الإدانة، حكم إدانة بال 85 أيضا سطر الأول، بأنه زوال آثار حكم الإدانة المستقبلي، يعني يبدو على الحرب شوي صار في حروب بصياغة عندك. الأصل آثار المستقبلية لحكم الإدانة، مش حكم الإدانة المستقبلي. قدم كلمة المستقبلي، قدمها بحيث تعقب كلمة الآثار، الآثار المستقبلية لحكم الإدانة. إن نزول بوسط الصفحة رقم واحد، إن نزول العقوبة الجناحية أو المخالفة، كيف كيف هي عقوبة الجنحة أو المخالفة، بس عقوبة الجناحية أو المخالفة ما فيها نسبة يعني فيها. طيب نقول من خلال استعراض التعريفات السابقة نجد ما يلي، إن نزول العقوبة هو أساس رد الاعتبار القضائي. طيب يا أخي إذا بالجنحة والمخالفة
في رد اعتبار قضائي. ما انت ذكرت انه في الجناية في رد اعتبار قضائي، فانت ليش ربطت انت الان هون بالجنحة والمخالفة؟ يا اخي انت ما عم تتكلم عن قانون مصري، عم تختصر اخر شيء عنوان اسمه رد الاعتبار القضائي، مش طب يا طب يا اخي يا حبيبي افتح 84 اقرا اخر فقره الصفحه اللي قبلها اخر فقره. ايوه جنائيه، ايه محو اثار شو جنائيه. طيب والاحكام الجنائيه، الجنائيه تشمل ثلاث مراتب. طيب وانت بترجع بتحصرهم بمرتبتين جنحه ومخالفه، بدك تدق يا اخي بامر 86 بند واحد في 1-2 وتحتهم 1-2. بدي الثاني، ان مجال رد الاعتبار التجاري هو التجاره، كاتب لي بين هلالين الافلاس، كيف يعني؟ ان هذا لم يرد اعتباره اكدس واصبح به حكم. ايه بس كلمه هو التجاره بين قوسين الافلاس شو عم تقولون؟ ان مجال رد الاعتبار التجاري هو التجاره الافلاس، مش راكبه هي، مش جمله هي. صحح صحح العباره، العباره هي لا، ان مجال رد الاعتبار التجاري في مجال الافلاس، بدك تقول شو هي، كيف نرد عليه؟ الافلاس نوعين عندنا في 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 القانون، افلاس احتيالي وافلاس افلاس تقصيري، فبدك تجيب انت الان كيف يرد الاعتبار في كل منهما، بس هيك مقطوعه. بينما رد الاعتبار الجنائي مجاله العقوبة، معقولة ما رد الاعتبار الجنائي مجاله أنت قلت الجريمة، الجنح والمخالفات هو الجريمة، ما اسم العقوبة؟ فبدك تشطب كلمة العقوبة وتحط الجريمة. أنت عم إذا كان قصدك انه الان في تفريق انه هناك بالتجارة هناك في مجال جنايات، ما المسألة انه عندما افلس احتياليا ارتكب جريمة وان كانت في معرض ممارسة عمله التجاري، فهذا يحتاج الى توضيح منك يا اخي. صفحة 87 ايضا، لان له شروطا ببند ثانيا في اخطاء لغوية كمان تحتاج منك الى تدقيق لغوي. صفحة 94 تقول وهي سنتان ببند 4 94 بعدين تقول بال103 اول سطر لا يجوز رد الاعتبار القضائي اكثر من مرة. يا اخي وفق اي قانون؟ وفق اي قانون؟ حط انت كل القوانين، ما هي خطورة الكلام عندك انت الان، كل القوانين كلمة كل لكل القوانين التي انت اخترتها مقارنة. اذا بدك تقول كل بدك تجيب من بالهامش مادة 7 مادة 9 مادة 10 قانون جزائري سعودي كذا بالهامش، اما بهالطريقة غير مقبولة قانونا ان تقول ان رد الاعتبار لا يجوز اكثر من مرة وبعدين هيك تطلقها وراجع دكتور الهام محمد، هذا لا ينفع يا اخي بالكتابة القانونية. طيب بدك تكتبها بالهامش ارقامها يا حبيبي، ليش قلت لك انا أريد منك أن تجدوي لها بجدول وتضع هذه المقارنات وحتى الآن تكون واضحة. ال 112
قلت سماع لائحة سماع دعوى رد الاعتبار السعودي. قرار الهيئة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا الهيئة للرفض. السؤال: هل حفظ الطلب معناه رفض؟ فكر فيها، هي بدك ترجع لها وتدقق فيها. جيد، بس هل حفظ الطلب معناه الرفض؟ لا. 114 فقرة قبل الأخيرة: نص قانون الإجراءات الجنائي المصري على أنه لا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض. بعدين لا، النقض بسبب الخطأ، النقض هو من أسباب الطعن غير العادية. ما معنى غير العادية؟ يعني هي محصورة، لا تستطيع أن تطعن بالحكم في الحكم لمجرد أنك خسرت، إنما هناك أسباب معينة محصورة حصرا. من هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون، أي بسبب الخطأ في تطبيق القانون. أيضا 116 تقول: من خلال استعراض إجراءات رد الاعتبار السابقة نجد ما يلي: كل التشريعات تناولت بعبارات متقاربة نفس الإجراءات. هذا كلام فضفاض. أي تشريعات؟ حتقول كل، قول إن التشريعات المشار إليها تمام، تقول الإجراءات نفسها ولذلك بصفحة 117 4 و5 و6 و7 و9 كل كلمة تقول كل التشريعات كل التشريعات كل التشريعات كل التشريعات. وهذا كلام كما ذكرنا له منهجية في الكلام، بدك تحط أرقام وإلا لا يمكن أن تطلق الحكم من غير العزو إلى رقم المادة. 118 شروط وأحكام رد الاعتبار الفقه الإسلامي، هذه تكلمناها، حطيت بين قوسين شروط التوبة. لك يا حبيبي التوبة غير رد الاعتبار، وحتى آلياتها مختلفة. إذا كنت أنت برد الاعتبار القضائي غير برد الاعتبار القانوني. إذا بنقول شروط رد الاعتبار القضائي ولا القانوني أنت الآن تريد في الفقه الإسلامي، ممكن أن يكون من باب المصلحة المرسلة عندنا تنظيم لرد الاعتبار القضائي. مش أي واحد خلص محكوميته بنقول له أنت حضرتك ممكن تشهد وتترشح وتعملنا أنت الآن تاني يوم تصير رئيس دولة، مش صحيح. فلا بد أن يمكن بفساد الزمان أن ندخل بمصلحة المرسلة، نعمل إيه؟ نعمل آلية معينة، مهلة معينة، إجراء معين في جهة قضائية تنظر فيه. هذا ما قالوا على أبي شروط التوبة اللي حطها أنت بين هلالين، إنه والله الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، هذا أمر معروف. انت هون كاتب شروط التوبة. يبقى العنوان هنا رد الاعتبار فقه اسلامي، يبقى اشطب كلمة شروط التوبة بالعناوين. لا يمكن ان نضع بين الاهلة بالعنوان، نضع عنوانا بس نحط عنوان وبين هلالين شروط التوبة، لا يستقيم. الدكتور أسامة ما بيقبل معك، ها ما بيقبل معك دكتور أسامة. بعدين كمان خطأ مطبعي 122 قوله تعالى رايحة أول كلمتين رايحة الألف المقصورة بالمية 122 22 قوله تعالى، ثم 123 نوقش الذين قالوا باشتراط الإصلاح باستدلالهم بقصة صبيغ بأنه كان إيه 123 بقصة صبيغ
على وزن تائبا. وين التائبا؟ ألف تائبا وين راحت؟ تاب الله عليك في لغتك إن شاء الله. ذهب المالكية صفحة 124 رأي الأول. وين مرجع المالكية؟ ما فيش مرجع. وين مرجعهم المالكية؟ صفحة 127. قلت تبين ما سبق أخذ الشريعة بمبدأ رد الاعتبار. أي 127. طيب الشريعة أخذت برد الاعتبار، ليه ما نصت علي يا أخي؟ إذا أخذت برد الاعتبار ما نصت علي. أنت لو فتحت التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة وقرأت المجلدين، هل وجدت شيئا عن رد الاعتبار؟ لا. ها طيب انت تكلم هو عن قواعد العامه للشريعه الاسلاميه التي تمنح فرصه لان قواعد الشريعه ووجود رد الاعتبار وقواعدها لا تعارض هذا الكلام. جميل. فاذا انه اخذت الشريعه بالمبدا، اخذ الشريعه بالمبدا بتقول ضمن ضوابطها اشتراطها لشروطه. انت قلت انه بس هذا لا يستلزم مطابقتها الكاملة مع القوانين. وبدك تقول اشترطت اي نوع رد اعتبار؟ اداري، قضائي، قانوني، اي رد اعتبار؟ هي لم تبحث هذه المسألة عمليا الا في مسألة حد القذف كما تعلم انت، انه والله بعد التوبة من القذف. شهادة الزور ليست من الحدود، أنا عم أتكلم كحدود. نعم. وقلت تحت مما يدلنا آخر فقرة ثالثة على أن الفقه الإسلامي نص على إجراءات التوبة وأنه نص على رد الاعتبار. لا ما مش صحيح، ما نص، ما في شيء اسمه لا نص في الشريعة على رد الاعتبار بهذا المعنى. نعم، هي صفحة 127 الفقرة الثالثة، آخر الفقرة الثالثة. قلت إنه نص، وفين النص؟ ما فيش نص. طب يا أخي أنا أبلان، أعطيني فقيه واحد نص على رد الاعتبار. ما فيش الاستنباط. فنحن لا نقول نص، دكتور أسامة معنا يوافق المسألة، النص هو الآن تصريح بهذا الاصطلاح بمدلوله بكل يعني ما يغطيه من مفردات جزئياته. ما نص يقول والله هذا الآن رد الاعتبار، والله يتوافق مع عموم الشريعة الإسلامية مع قواعدها العامة مثلا، بس انه الشريعة نصت ما نصت. 134 كما نفشي رد الاعتبار، اتفق الفقه الاسلامي مع القانون الجزائي. والله يا اخي انا استحي ان اقول ان الفقه الاسلامي اتفق مع القانون، ما بعرف كيف، على انه والله هي يعني مسألة أنه لا يعطى رد الاعتبار القضائي إلا بحكم قضائي. ما شفت أنت الآن؟ طب إذا كان في نص قانوني يبقى ما فيش رد اعتبار قانوني في الفقه الإسلامي، وأنت قلت لا يوجد. فهذه مسألة بدها أنت تراجعها إذا بتريد، لأنه هذه ما فيها لا مرجعنا أيضا. ما بدنا ناخذ حصة الشيخ أحمد، ناظرنا تأخرنا على الشيخ أحمد. أيضا صفحة 139 آثار رد الاعتبار لا تمتد إلى الأحكام التأديبية. 139 جيبوا لنا مية أخي ونشربنا. الله يرضى عليه. رد الاعتبار لا يمتد الى الاحكام التاديبيه.
كايش؟ احكام التاديبيه. كيف يعني؟ لا اسمه حكم تاديبي، التعويض، التعويض اسمه حكم تاديبي. لا اسمه الالزام بتعويضات هذا حكم، الزام بنفقات حكم، الحكم يكون بالالزام مش التعويض اسمه. هذا كلام عامي انه والله التعويض حكم تاديبي بالتعويض، الالزام بالتعويض كالالزام بالتعويضات، الالزام بالنفقات كنقله تاديبيا من مكان الى اخر، كعزله، كتاخير تدرجه، كحجب ترقيته في العسكر او في الى اخر ما هنالك. هون صفحة 150 يعني ابحرت بنا صفحات طويلة حتى تتكلم عن اثار رد الاعتبار في الفقه الاسلامي، ورجعت تحط لي بالعنوان اثار التوبة يا دكتور اسامة، رجع يحط لي بالعنوان بين هلالين. طيب وانا اسألك، انت تتكلم اثار التوبة على حد الحرابة، شو خصه ببحثك؟ شو خصه ببحثك؟ أطع مشرفك يا عريس يا مأمون. طيب فهذا أمر تعذر أنت عليه، لأنك يا اخي شو خص التوبة بالحد هون بحد الحرابة برد الاعتبار؟ ما انت عم تقول انه انا رد الاعتبار هو بعد تنفيذ الحكم، شو خص اذا تاب قبل القدرة ولا بعد القدرة؟ احنا شو خصنا؟ لا لا هذا كله انا اعتقد لا صلة له برسالتك حتى بالمية واثنين وخمسين. شوف بمية واثنين وخمسين، اثنين وستين، عتبك عن النظر كبرت سننا وشاب شعرنا، شو بدنا نعمل؟ يتبين مما سبق اتفاق الفقهاء على اسقاط عقوبة الباغي وهي القتل بالتوبة. شو خصه الان؟ شو خصه الان؟ شو اثره على رد الاعتبار الكلام؟ كما يتبين ان الفقهاء قد اخذوا برد الاعتبار، وين تبين لك ذلك؟ 162 انه واحد تاب عن البغي. انت شغلتك الان تقلنا الان مش شو عقوبة البغي ومتى وكيف وكذا، كل هالامور نعرفها. مهمتك ان تجيب على مسألة ماذا لو تاب الباغي فقبل توبته الحاكم؟ شو بيأثر هذا الأمر على فسقه من عدمه؟ ليش؟ هل الباغي الذي خرج على الحاكم هو يوسم بالفسق؟ أسألك أنا. أيوة. شو حد الباغي؟ ليش؟ هل الباغي حد؟ هل البغي من جرائم الحدود؟ الحرابة شو خاصة بالبغي يا حبيبي؟ إذا بتعرف ما عم تحكي اللي بتعرفه، فإذا كان تعرفه فالبغي هو عند الحدود، عند بالحدود عند المالكية، ولكن المسألة لابد أن تتطرق إليها بما خص رد الاعتبار فقط، خص رد الاعتبار. يا أخي يا حبيبي من 150 شوف عد 150 وما بعدها كله عم نتكلم نحن، إذا أثر التوبة على حقوق العباد وبعد القدرة عليه.
ودغري الآن انتقلت على أثر التوبة على جريمة البغي. كان ينبغي أن تقول ما أثر توبة المحارب على مسألة رد اعتباره. هذا شغلك أنت بالعنوان. هل تقبل بمجرد أنه والله الآن ناس عملوا عصابة وعم يشلحوا الناس فلوس ويقتلوهم وبعدين قال أعلنوا التوبة؟ طيب وبعدين؟ بعدين أعلنوا التوبة قبل أن يقدر عليهم الإمام، تاني يوم صار بحقله يترشح يصير إمام المسلمين، أنه لأنه الآن خلاص رد اعتباره. هيدي مسألة اللي بدها الكلام. يعني عندما وصلت إلى المكان الذي ينبغي أن تتكلم فيه تركتنا ونقلتنا إلى البغي، وبالبغي نفس الشيء كمان تتكلم عن أحكام البغي والكتاب وبالسنة والحنابلة شو قالوا وإلى آخره، وصولا إلى أنه يتبين أن الفقهاء صفحة 162 أخذوا برد الاعتبار. أخي كيف تبين لألق؟ ما بعرف ما بعرف. بعدين هل واحد بغي واحد بغى، سيبك من المسألة التي ذكرتها لك أنه شكل عصابة هذه حرابة، لكن الآن خرج على إمام حق بغير حق كويس وبعدين تاب، شو بنعمل بعدين؟ تاني يوم كمان منعينه قاضي؟ لك يا أخي ما في شيء اسمه عقوبة بدلية. لو المرتد عاد عن ردته في عقوبة بدلية يعذره الحاكم. صحيح أنه ما نقيم عليه حد الردة، بس يا أخي يؤدب. وقال كل واحد بيفتح اليوم بيقول لك أنا أكفر قبل الظهر وأتوب بعد الظهر وخلاص، الآن على قولك أنا تبت يعني رديت اعتباري. المسألة إذن أنا هنا أنحو نحو أن يكون رد الاعتبار قضائيا في الفقه الإسلامي بشروط معينة للتأكد منها، خاصة في زماننا حيث يكثر الفساد والفسوق والعصيان والخروج إلى آخر ما هنالك. صفحة 165 أيضا في آخر سطر فيها ذكرت نسبت إلى الحنفية دون ذكر مرجع لهم. 165 صفحة 170 هنا تقول إن توبة المرتد تسقط الحد، تمام، لكن يا أخي أذكر أنها توبة المرتد لا تسقط ما يشرعه الإمام من عقوبة تبعية أو نقول بدلية، لأن التبعية في حال أقام عليه الحد، وليس ما يقيم الحد يعني في مصادرة أمواله في فقدان أهليته للتصرفات. أما هنا فهنا لابد أن تذكر العقوبة التبعية. يعني هلأ الآن نقول قبل أن يرجع عن ردته وبعد أن وجهت إليه تهمة الردة وثبت توبة الردة، فإن ما بين الردة والاستتابة هون فقد أهليته، هذا في الفقه الإسلامي فقد أهليته للتصرفات، تمام، وصدرت أمواله، والنظر في بعد ذلك ما قالوا هل هي فيء وغنيمة وقبل التوبة بعد التوبة كلام آخر. هذا 176 أيضا تقول أدلة من قال بعدم سقوطه أي سقوط حد الزنا بالتوبة. سبحان الله. يعني ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني لو تاب ماعز لما رجم؟ هل لو تاب ماعز
رضي الله عنه ورحمه وغفر له وزوجه حورا إن شاء الله بعدما أقيم عليه هذا الحد وصار اسمه على كل لسان أنه الذي زنى. طيب لو تاب ماعز هذا لسقط عنه الحد؟ تمام بس ما نعم الحديث فسر الحديث هل لا تركتموه اعتبروا هروبه رجوع الإقرار تمام فإذا كان رجع الإقرار فسقط يسقط إذن أنت أذكر هنا أنت أننا نميز ما بين جريمة الزنا التي ثبتت بالشهادة هذه الآن لا رجوع لو ما بنقول له روح اهرب لا وبين الجريمة التي ثبتت بالإقرار والإقرار في حق الله يمكن الرجوع عنه عند الجمهور. طيب صفحة 183 أثر التوبة على القصاص والديات ما فهمنا ماذا تريد أنت من هذا البحث شو أثر التوبة على القصاص نحن شو شغلتنا على الآن ما هو المطلب الذي تنشده أنت من هذا البحث يعني عما تبحث أنت عم تتكلم عن قصاص والديات أبحث عن كل ما أقيم عليه الحد ومستقى وغير كمان في الفقه الإسلامي كيف يزول عنه هذا الأثر كم هذا المنطلق يا أخي أنا الآن بالقصاص والديات القصاص يعني يجري في أي جريمة القتل عبد العبد طيب تمام عفى أهل القتيل عفوا تمام ما بدون شيء الآن رد الاعتبار ولا لم يرد إذا عفوا ببدل أم غير بدل إذا عفوا ببدل ما علاقة البدل شو علاقة البدل هون يعني المسألة لا علاقة بحق ترتب في ذمته يعني إذا كل واحد في دين بذمته تسقط عدالته يبقى كارثة حتى وفق مع الديان لأهل هذا يؤدي الحق الذي عليه إن شاء الله تترتب هذا هو تكلمنا عنه في رد حقوق الأصحاب يعني أنا بدي منك تبرز يا أخي مأمون لابد أن تبرز أنت ما المطلب الذي تريد أن تقوله مش واضح نحن نقرأ تعريف القصاص قصه قصصته أدلة عن شعية القصاص أثر التوبة على الديات نص على آيات الدية وبعدين بعدين ما فهمنا ربط أربط بعنوانك يا أخي قل لنا ماذا تريد ما عرفنا شو بدك أنت الآن تقول أخيرا تبين أنه أخذوا برد الاعتبار في القصاص والديات ما فهمنا شيء شو يعني حيث لا أثر لتوبة الجاني فيها قبل عفو ولي الدم وأداء الحقوق المالية طب يعني الآن إذا ما قصتها على 3 سنين أو إذا وافقوا على تقسيط يمكن 10 سنين يمكن أن حرين يوافقوا من دلوا الآن حارمينه من حقوقه الآن لمدة 10 سنوات لا أنت عم تقول هون وأداء الحقوق المالية أخي ما أدى الرجل عم يقسطها شو بيصير هذه مسألة يا أخي دقيقة الله يرضى عليك أنت الآن تدرس الفقه والفقه معرفة الواقع والمتوقع بعد معرفة الوحي أثر التوبة على الشهادات أيضا هنا مكان أنت يعني بدي عدي أنا أمور معلش صفحة 198 خطأ لغوي يستثنى من ذلك 198 يستثنى من ذلك شو اللي يستثنى نقطتان شو هي نقطتان هي
شو اعرابها هي؟ نائب فاعل. طب ما انت عارف ليش. 204 تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هي احلى شيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني ما اتبعتها بشروح السنن يا اخي، ولا كل واحد بيقول لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يبقى في خلاص رد اعتبار مطلق. هي 204 يعني انت تريد أدلة ولا تناقش الأدلة. صحيح أنك لست في شعبة الفقه المقارن، لكن يا أخي على الأقل يعني عقب بسطر إنه هذا ليس على عواهنه، هذا كما قال شراح السنة يعني كمن لا ذنب له، هذا في أثر تأثيمه لا في تعطيل عقابه مثلا. يعني ادرأ المفاهيم التي يمكن أن ترد بطريقة خاطئة. أيضا صفحة 212 يلا أوشكنا، فضلنا دقيقتين ثلاثة. 212 إذا ما قارنا، تقول بند 6 رد الاعتبار بمفهوم العدالة في الشريعة الإسلامية. أيوة، وجدنا أن مفهوم العدالة أوسع مما في القانوني. أيوة، أوسع مما هو في القانون. ليش في القانون في شيء اسمه عدالة بهذا المعنى؟ لأن العدالة تجرح بارتكاب حد أو كبيرة أو معصية أو مما يخالف المروءة، فكثير مما يعاقب عليه الشريعة ويفقد به المروءة، مش يعني حتى الصوغ، ولا يعاقب عليه القانون الجزائي. أنا بدي أسألك الآن، رد الاعتبار مقابل العدالة في الشريعة الإسلامية؟ أنت تقارن بين الأمرين وهي مقابلة غير دقيقة، أليس هناك فسقة في المجتمع الإسلامي؟ فيه. أليس هناك منافقون وهم غير محكومين في المجتمع، يمارسون حرياتهم والتصرف والولاية حتى في التزويج، ولاية خاصة، ويمارسون ولايات عامة، وأجاز حنفية لفساد الزمان قبول شهادة الفسقة. طيب هول شو بنقول لهم؟ وبدكم رد اعتبار؟ يعني الآن بدك تلحظ مسألة تغير الزمان في عصرنا، وأنه رد الاعتبار لا يختزل بمفردة العدالة، إنما أرى أنه مركب ما بين أهلية و عدالة وصلاح حال بعد التوبة، مع براءة الذمة من على التفصيل الذي أوردته سابقا. مش براءة الذمة بمعنى انه انا الان اذا بدي اقسط 10 سنين مش بريء الذمة، لا، انا الان التزمت، بس الان هو أبرأ ذمتي بالتزامي. ف براءة الذمة حتى من حقوق العباد، وهذه رسالة المفتي للقوات المسلحة في الأردن الله يرحمه الدكتور نوح القضاء. أما النتائج فهذا أمر يعني يحتاج إلى بعض التعديلات والتصويبات، ومن ذلك نتائج البحث أنه جذور رد الاعتبار هو من الرومان. هذا كلام ما ليس نتيجة بحثك، ولا أنت راجعت بالقانون الروماني وقلت أرجعها، وبعضهم أرجعها لتاريخ الإنسانية، مش عارف يعني تاريخ الإنسانية مين، كلام يعني بده شطب، هذا لا قيمة قانونية له. رقم 3 اختلفت القوانين المعاصرة في رد الاعتبار، أيضا كلمة القوانين المعاصرة بده حصر. رقم 7 قلت لك لازم تعدلها، لأنه رد الاعتبار في قانون الجزائي قلت يقابله التوبة، وقلنا وناقشناها لا نريد أن نعود إليها. السطر الأخير بدك تشطب كلمة إلا أن، لأنها مكررة أيضا مرتين، فأنت أدخلت قيدا على أو استثناء على استثناء في السطر اللي قبله في إلا أن وبعد إلا أن. نعم، ببند 28 عرفنا سابقا صحيفة السوابق، وهذا ما لم تعرفه الشريعة الإسلامية. طيب
انه مين قال لك انه الصوابغ ما بتعرفوا الشريعه الاسلاميه؟ انه اسم الصوابغ نفسها الاسم نفسه ما عرفته الشريعه، هذا قصدك؟ اذا الاسم نفسه ما عرفته الشريعه بتطلع كل رسالتك ما عرفت الشريعه. اذا الاسم نفسه ما عرفته الشريعه يبقى عنوان رسالتك خطا، لانه ما عرفته الشريعه، رد الاعتبار، ما عرفته الشريعه بهالاسم. عرفت؟ فبالشريعه انت قرات انه في شيء اسمه العود، شو عرفنا انه في عود؟ وهذا دليل بالعود انه في له سوابق. عرفت؟ والبند 33 البند 33 عبارة غير سليمة. اما بالنسبة للحدود والقصاص فقبل تنفيذ الحكم لا يدخل في رد الاعتبار. شو هالكلام هذا؟ والله ما فهمته انا. فهمت شيء يا دكتور؟ انا ما فهمت ولا شو قصدك يا اخي فيه؟ يا اخي بس مش واضحة هي، صوغها متعب للفهم وغير واضح للقوم. طيب احذفها ما انا هي. والتوصيات طبعا منتفية، والاصل كما يعرف دكتورنا دكتور اسامة الله يجزيه خير انه في نتائج وفي توصيات. ضاع بالتوصيات انه والله واحد اثنين ثلاثة توحيد مثلا هذه المعايير رد الاعتبار بالحد الأدنى، التمييز بين الجنايات حيث نشدد في مسألة رد الاعتبار بالجنايات، فنعتبر أنه رد الاعتبار لا يكون إلا قضائيا وبعد مهلة معينة، وتخفيف منه في الجنح، وجعله قانونيا مثلا في المخالفات. ما هي لب الرسالة، تجعلنا نعرف أنك أفرزت شيئا يتماشى مع ما جربه القانون في عشرات السنوات أو مئات السنين حتى. إنه والله إذا نتعب المواطن برد الاعتبار شو بصير؟ لا يتوظف ولا يتكسب ماليا. مثل اليوم عندنا أناس هكذا تسجل على سجلاتهم العدلية ولا تنظف سجلاتهم العدلية، وقاعدين ممنوع يشتغلوا، مسموح فقط انه ايه يحبحبوا وشكشكوا ابار. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. نترك الكلام لفضيلة المناقش الدكتور احمد عبيد حفظه الله ورعاه. بسم الله، تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية من دواعي سعادتي أن أكون إلى جانب أستاذ عريق في القانون عنيت به رئيس جامعة طرابلس الغراء الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي حفظه الله وشفى الله أباه باني الحجر والبشر، كما يسعدني أن أكون إلى جانبي الأستاذ الدكتور أسامة الحموي الذي أعرفه أنا يوم أتى إلى جامعة طرابلس لكنه لا يعرفني. الله يحييك. أبدأ إن شاء الله ولن أطيل، لعلي لن أطيل، وسوف أتجاوز بعض الملاحظات التي أشار إليها الأستاذ الدكتور رأفت ميقاتي. أقول أولا كما ذكر هذه الرسالة غابت فيها التوصيات أو غابت عنها تماما. ثانيا ما وجدت عندك توطئة للمباحث والفصول أبدا. ثالثا
ما رأيت عندك منهجية قانونية في ترتيب القوانين. فأحيانا نعم لا أحيانا تبدأ بالقانون المصري وهو أشار إلى ذلك، أحيانا تبدأ بالقانون الجزائري وأحيانا تغفلهما أيضا. يا أخي لا تقاطعني لا تقاطعني. أيضا ما رأيتك على طول هذه الرسالة ناقشت تعريفا لأهل العلم أو رجحت بين التعريفات حتى القانونية. أيضا هناك ركة واضحة في صياغة العبارات وهناك اضطراب فيما بينها. هذه الرسالة أنا حقيقة لم أقرأ رسالة كهذه مليئة بالأخطاء اللغوية والطباعية، فهي مليئة جدا وكأنك ما عرضتها على مدقق لغوي خالص. طيب بس بتتحمل نتائجها. أبدأ معك بصفحة 4. طبعا هناك يعني خلل واضح في الطباعة. عادة في بداية كل فقرة يجب أن يزاح السطر قليلا، وعندك أخطاء يعني لغوية كثيرة، مثل مثلا هذه العقوباوت، يعني ما بعرف. أيضا تجعله صالحا لكل زمان ومكان، صح؟ نعم 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 خلاص حشوره أنا على صفحة 9. هذه الفقرة التي ذكرتها وقد فرضت علي طبيعة البحث، أنا أريد منك أن تقرأها أنت، يعني اقرأ: اضطررت لتقديم رأيي وشرح القانون على رأي الشريعة الإسلامية، وليس معنى هذا أني أنظر للشريعة دون القانون. يعني هذه عبارة حقيقة لم تفد المعنى الذي قصدته، بل أفادت أنك تنظر إلى الشريعة ولا تنظر إلى القانون، أو أنك تنظر إلى القانون ولا تنظر إلى الشريعة بالمطلق. هذه عبارة يجب أن تعيد النظر فيها يا أخي. كلمة رأي نعم الشريعة يا أخي بالإذن من نعم نعم الشريعة ليس لها رأي، الشريعة هي الشريعة، يعني هي الأمر، ألا له الخلق والأمر. صح. يقول في رأي للقانون وفي رأي للشريعة، ما في حكم، ما بيصير حكم شرعي، حكم وأمر. نعم. صفحة 15. كلمة رأي هذه للشريعة اشطبها. صفحة 15 تقول: أولا تعريفه لغة في رد الاعتبار، ما هيك؟ طيب أنت تقول تعريفه لغة، أنت تعرف ماذا؟ هل تعرف الرد أم تعرف الاعتبار؟ طيب لا تقاطعني. هل أنت تعرف الرد أو تعرف الاعتبار، أم أنك تعرف رد الاعتبار باعتباره علما على الفن المخصوص؟ وينه؟ أنا مش شايفه علما على الفن المخصوص. ثم تقول الرد في، يعني أنت يجب عليك أن تقول الرد في اللغة يطلق على عدة معاني، وهي صرف الشيء عن ذاته بذاته، الاسترجاع، الردة، ولا تنقله نقلا جافا عن المعاجم اللغوية. صفحة 18 سطر الثالث: وقيل الاعتبار حقا بمقتضاه، ولا حق بمقتضاه؟ حقا حقا نعم حقا بمقتضاه. كيف هي؟ عرب لي اياها. ايه ليش حطها حقا؟ نعم كمان. اما رد الاعتبار هو، اما رد الاعتبار فهو. طيب هناك هنا نقطة أشار إليها الأستاذ دكتور رأفت،
تقول: وقيل هو إزالة آثار الحكم بالإدانة من المستقبل على وجه تنقضي إلى آخره، صح؟ طيب، بالنسبة لمن قذف زانيا وقال له يا زان وكان قد زنى، هل يقام الحد على القاذف هنا؟ لا يقام الحد عليه. إذا قال الإنسان يا زان وكان قد زنى، يعني من زنى هل يعاد إليه اعتباره؟ فمن قذفه لا يحد به. يعني أنت تخلط في كل الجرائم بالنسبة لإعادة رد الاعتبار. هناك جرائم لا يسقط فيها أو لا يعاد فيها رد الاعتبار إلى صاحبها، كالزنا. إذا قال له يا زان لا يحد القاذف بذلك. أيضا قال الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مظبوط؟ فهل أعيد إليه اعتباره؟ لا تقبل شهادته. هنا خلاف واضح بين الحنفية وبين الجمهور في هذه الآية. نعم، أيضا هناك ملاحظة أشار إليها أستاذنا، ما أشرت إلى الرابط عبر الشبكة العنكبوتية في الهامش 3 و4، صفحة 21. عادة، وهذا ينسحب على طول الرسالة، تبدأ الكلام لقد لقد لقد. هذا الحرف ما بيصير برسائل جامعية، لا نبدأ على طول لقد لقد لقد. نعم، أيضا وأنت تتحدث هنا عن المدارس المؤيدة والمعارضة لرد الاعتبار، مظبوط؟ تقول عن حركة الدفاع الاجتماعي والدفاع الاجتماعي الحديث، أجدك تحدثت عنها بشكل مقتضب. نعم، فأنت تنقل هنا يعني عن أحد المصادر. أنا أرشدك إلى مصدر مهم جدا، وهو كتاب دروس في العلم الجنائي لمصطفى العوجي أو العوجي، لو رجعت إليه لكان خيرا لك، حيث أفاض في شرح هذه المدارس. صفحة 22 السطر الثاني أعلى، تقول: ويؤخذ عليها، اقرأ هذه العبارة. ايه، طلب على فلسفة التربية، لأنه عند حد مشكلة الجريمة هو مواجهة الواقع الاجتماعي وليس الوقوف على الذات الإنساني فقط. ما معنى هذا الكلام؟ اشرحه. معنى هذا الكلام أنه أخذ هذا عندنا في الفقه الإسلامي، أنه هذا حماية مصلحة المجتمع. أنت لا تتحدث هنا عن فقه، صلي على النبي. أنت تذكر القانون العقوبات السوري. طيب، لا، أنت تقول عند حل مشكلة الجريمة هو مواجهة الواقع الاجتماعي، شو يعني هالعبارة هذه؟ ما فهمتها. عند حل مشكلة الجريمة هو مواجهة الواقع الاجتماعي، ما معنى هذا الكلام؟ ما له معنى؟ أعد الصياغة. أيضا تقول مثلا: أولا المدرسة التقليدية من مؤسسيها كل من فلان وفلان. هذه الكل شيلها، هذه عبارة ليست مهمة هنا. بعدين يعني كمان لقد هناك أخطاء مطبعية عديدة، لغوية عديدة، يعني من عشو بدي ناقشك فيها والله. أعطيك الرسالة إن شاء الله. صفحة 23 23 البعدة السطر الرابع، تقول: لذلك لا يبدو لنا اعتبارها من المدارس المؤيدة لرد الاعتبار، لأنها لم تهتم بالمستوى المطلوب في تأهيل الجاني وعدم اهتمامها بالرعاية اللاحقة له، صح؟ أنت تتحدث هنا عن المدرسة التقليدية الجديدة، وأخذت عليها عدم اهتمامها بالرعاية اللاحقة للسجين. طيب، أنا أسألك الآن،
وطالما الرسالة بالفقه أصوله، لماذا لم تبين لنا عدالة الإسلام من خلال الرعاية اللاحقة للمسجونين؟ منها ما كان يفعله عمر بن عبد العزيز، حيث كان يسمح للزوجة أن تختلي بزوجها السجين، وأيضا كان ينفق على عياله في غيابه، لأن الذنب ذنب الزوج وليس ذنب العائلة. فأنت ما أبرزت لنا الرعاية اللاحقة للسجين في الفقه الإسلامي، ما أبرزتها أبدا. إن عمر بن عبد العزيز كان يسمح للزوج السجين أن يختلي بزوجته، ذنبه مش ذنبه، وكان ينفق على عياله في غيابه حتى لا ينفرط عقد أسرته من بعده. هناك كتب، أنا عندي كتاب حول هذا الكلام. إيه نعم، فأنت ما بينت عندي عدالة الإسلام في هذه الناحية أبدا. ثم أسألك في نصف الصفحة تقول من مؤسسيها لومبروزو، هذا الرجل من مؤسسيها لومبروزو، واضح؟ ايه. طيب هذا لومبروزو، انا لا اخفيك ابدا انه كان سببا اني تركت التدريس في معهد الدروس القضائية. تعرف ليش؟ انا درست في معهد الدروس القضائية ثم تركت التدريس هناك لاجل هذا الرجل العجيب، لانه يقول المجرم يولد مجرما. اقول ليش يا اخي؟ هناك غور في عيني، نتوء في وجنتي وفي جبهتي، وهذا يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم، الولد يولد على الفطرة. فاعتذرت لهم، ما بيصير، مطلوب ان تدرس هذا المقول. وحاربوني، قالوا لي انت عندك نفس اسلامي وهذا ممنوع هنا تماما. هيك قال لي المدير. بعدين انا اسألك، ما معنى السياسة الجنائية هنا؟ كان يجب عليك ان تعرفها، لا ان تنقل نقلا تاريخيا بحتا. السياسة الجنائية يا اخونا اختلف في تحديدها على ثلاثة اقوال ولا مجال هنا لذكرها. بامكانك ان تعود الى كتاب دروس في العلم الجنائي لمصطفى العوجي. وبعدين ثالثا، المدارس التوفيقية ومن ابرزها الاتحاد الاوروبي الدولي والمدرسة الثالثة، لذلك سنتعرض لكل منها. هذه عبارة لذلك سنتعرض، هذا تنسحب على طول الرسالة، يجب عليك ان تحذفها حذفا كليا، مش كل شوي سنتعرض. كلام تقول باي باب يعني، ما بيصير هذا الكلام. دقة الباب احل الى مبحث معين. نعم، صفحة 24 وسط الصفحة، في النظام الروماني كما يبدو من خلال نصوص الديجست. ما هيك؟ ما معنى هذه الكلمة؟ طيب اشرحها لنا، اشرحها في الهامش حتى يفهم القارئ ما معنى هذه الكلمة. بعدين لك في القانون الفرنسي بتحط العبارة تحته، يعني انت بدك تطول الصفحات يعني؟ هذا خلل طباعي، ما بيصير. خليها على نص السطر. صفحة 25، وفي القرون الوسطى، السطر اللي بعده، فيوضع الحديد في رقبته فإذا عفا، عفا بالألف الطويلة ولا مقصورة. كمان يقوم رئيس المحكمة يتلو الحكم، يقوم رئيس المحكمة يتلو ولا يقوم بتلاوة الحكم بنفسه ويتبعه، الأصح يقوم رئيس المحكمة بتلاوة الحكم بنفسه ثم يتبعه، لأن هذا الكلام يجب أن يكون على التراخي بعد تلاوته للحكم. ثمانية وعشرين آخر سطر، إلا أنه يتبين لنا أن الاثنين
صحيحين ولا صحيحان؟ صحيحان. 29 يعني أنا حأسرد على أخطاء اللغوية الله يعيني، لأنه أنا قارئ لهذه، أنا قارئ بدي أدلك عليهم إجباري، وأنا رفعت لا أخفي عليك أنا رفعت تقريرا إلى أمانة السر حول هذا الكلام. أول سطر: إن رد الاعتبار مر بثلاثة مراحل، مر بثلاث مراحل، بثلاث مراحل. البند 1 2 3 في وسط صفحة: في السابق، في السابق، كان في السابق. هذا كلام ركيك يا أخي، هذا لا يقال في الرسائل العلمية. يعني أنت قل مثلا: كانت المحكومية العقابية سابقا الدعامة الوحيدة لرد الاعتبار. ها، اختلف الكلام، خلي عبارتك فيها سبق. ولو كان، ولو كان، أنت مسؤول عن كل ما تنقله. ثالثا: كان في السابق متعارفا عليه نوعا واحدا، بينما حاليا أصبح، أصبح شو؟ نوعين. أنا حدلك عليهم لأنه أنا أمانة علمية، أنا قارئ لألة، وأنت يعني حأعطي عينة. والله في كتير. صحيح. نعم. نعم. كلها صححتها له كلها، وهو يعلم هذا الشيء يا شيخ مأمون. لما صححها؟ المسجد موجود عندك، لماذا لم تصحح؟ أنا قدمت لك رسالة تسريح شديد جدا قوية، أعتب عليك وأعتب عليك جدا جدا جدا، يعني أنت أتعبت طبعا. أنا هذا ما يدعوني إلى أن أحجب عنك الدرجة قبل التصحيح. يا دكتور. نعم. يعني العجيب أنه ليس أول باحث يفعل هكذا. عندي الطلاب ما بعد كلهم مستعجل، يلا 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 بده يناقش ويمشي، هذا غير مقبول. فيعني جهد المشرف، إن جهد المشرف إذا كان أنا بحياتي إشراف أماني، ما مر علي أي طالب أشرفت عليه إلا وقرأت له أكثر من مرة ودققت له حتى لغويا. المسودة عندك بالقلم الأحمر يا شيخ مأمون، وعندي كمان. حتى أستاذ مأمون، المشرف ليس مسؤولا كليا عن الأخطاء اللغوية، يرسله إلى مدقق لغوي، أنت ترشده إلى الأخطاء العلمية فقط. ما هي مسؤوليتك؟ نعم. طيب، يعني لك قديش فيها اخطاء؟ شو بدي لك عليها؟ لك كل هذه الاخطاء النحويه، كل لماذا لم تصححها يا اخي مأمون؟ استاذنا انا معي نسختي، الاخطاء اللي ذكرها لي الاستاذ نسختي موجوده بالقلم الاحمر، ولكن صححتها. ما في تصحيح يا اخي، هذه الرساله مليئه، اغلبها مليء بالاخطاء اللغويه، ما بيصير هذا الحكي. لكن قديش يا اخي؟ طلع، ما بيصير. وهذه انا امانتي، انا قارئ لها، بدي اقول لك عليها، يمكن بعض غفلت عنه استدركه الدكتور رأفت. يعني انا اقرا ببحث، بحث اجازه، هذا من مطبع الطالب بالكلمه وبالحرف، ما بيصير. ده طالب ماجستير. نعم. صفحة 36. يعني بعدين حتى الملاحظة التي تفضل بها أستاذ الدكتور رأفت، قضية الربط مع الموضوع والعنوان. ما في ربط. هذه أنا كاتبها ملاحظة بالقلم الأحمر. يا شيخ مأمون اربط بالعنوان، اربط هذه المباحث بالعنوان. ما في ربط، قلت له أكثر من مرة، شفهيا وكتابيا. خيراً.
صفحة 36 حتى لا يطول من المقام والمقام. صفحة 36 سابعا التفريق بين رد الاعتبار والحصانة، شفتها؟ طيب أنت تفرق بين رد الاعتبار والحصانة ثم تعرف لنا الحصانة لاحقا، ما بيصير تعرف الحصانة أولا ثم تفرق بينها وبين رد الاعتبار، مش هيك دكتورنا؟ لا كيف هون كتبها؟ هون بيكتبوها لقبل. طيب ليك يا أخونا، أنا الأخطاء اللغوية لن أناقشك فيها خلاص لأنه سينسحب معنا الوقت، بس لهروح على الأخطاء يعني إن صح التعبير العلمية. صفحة 44 أعطيك الرسالة أنت صحيح على كيفك. صفحة 44 أول السطر يتبين مما سبق أن الركن الأول والثالث وجهان لعملة واحدة. أنا أسألك بالله عليك، هل هذه عبارة تليق بباحث علمي؟ ما بيصير. يتبين مما سبق، قل يا أخي يعني يدلان أو ينترج تحتهما أو دلالتهما واحدة وهكذا، مش وجهان لعملة واحدة، مش عم تشمش هتم. بعدين سطر الثالث تقول فقد تكون التوبة مجرد الندم في حق من عجز عن العزم والإقلاع، فلا يسقط الميسور بالمعسور. هذه قاعدة فقهية وما أشرت إليها أبدا. اقتباس. نعم، حتى الصفحة فيها خلل كبير كما أنا ما حقل لك عليه خلاص. طيب صفحة 46 السطر الثاني أعلى تقول لذلك، اقرأ هذه، اقرأها أنت. عجل. الثاني؟ ايه الثاني؟ ايه كيف هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لذلك يتبين مما سبق أن التوبة لا تؤثر حيث قللت من الجرائم عندما فتحت باب التوبة. كيف هذا الكلام؟ عبارة شوف أخونا، يتبين مما سبق أن التوبة لا تؤثر، طيب حيث قللت من الجرائم عندما فتحت باب التوبة أو فتح. كيف هي؟ هي عبارة ما صحيحة أبدا. بعدين هناك كثير من الاعلام لم تعرف بهم، مثلا سيدنا ماعز من صحابي ما عرفت به، واذا كان ارتكب حد الزنا ما بيصير طبعا. وتقول ايضا وكذلك اهل العسيف، السطر الثاني او الثالث من اسفل، اهل العسيف، قصه العسيف. طيب انا اذا كنت انا قارئ ومسكت هذه الرساله، من هم أهل العسيف؟ إن ابني هذا كان عسيفا عند امرأة هذا فوقع بها. وردها حتى لو في الهامش قصة العسيف هذه. دك لا مش كمعنى. تقول وكذلك أهل العسيف عندما جاءوا بفلذة كبدهم، من هم أهل العسيف؟ ما قصته؟ هذه فيها حديث نبوي شريف لما جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا عند امرأة هذا، وأخبرت أن على ولدي كذا وكذا. أورد القصة هنا، ما بيصير. وبعدين تحت أوردت إذا خرجت قصة العسيف ولم تذكرها في المتن. أنت خرجتها، طلع تحت الهامش خمسة صحيح البخاري وصحيح مسلم، خرجت هذه القصة بس ما ذكرتها، ما وضحتها. أنا شو وما يدريني كقارئ مبتدئ
من هم أهل العسيف أو ما معنى هذه القصة؟ شو هذه القصة؟ حط الحديث كامل يا أخي بالهامش. طيب صفحة 48 السطر الثالث، واتفقت كلمة الفقهاء أيضا على أنها على الفور، أنت تقصد التوبة. طالما أنك فصلت الفقرتين عن بعضهما فكان الأولى أن تقول اتفقت كلمة الفقهاء أيضا على أن التوبة على الفور، بدك ترجع تعيدها، ما لا يكفي الضمير هنا. كل الأخطاء اللغوية رح نروح فيها. نعم نعم نعم، هيدي أشرت إليها. خلاص. طيب صفحة 59 هذه البنود 1 2 3 4 5 كل واحد بتحط له هامش تحت، فقه الإسلامي وأدلته، فقه الإسلامي وأدلته. طيب حط لي الفقه الإسلامي وأدلته عند البند السادس، خلاص راجع في ذلك كذا. وبعدين لمعلوماتك الفقه الإسلامي وأدلته بعض العلماء لا يعدونه مرجعا لأنه تجميع، وهذا كلام ذكره الإمام الشهيد البوطي رحمه الله، حيث أخذ على دكتور أبي الزحيلي رحمه الله أيضا أنه قام بكتابته في مدة وجيزة، فبعض العلماء لا يعدونه مرجعا. ما بيصير، هو بمفتاح، مفتاح إلى أمهات الكتب. بس دكتور أسامة إذا عندكم يعني رأي في هذه المسألة فأنتم كنتم في كلية نفسها. نعم، ونحن نعلم علو كعب الشيخ وهبه. طبيعي طبيعي، لا طبعا هو هذه مسألة بس يعني يرجع إليه بعرفكم أم لا يرجع؟ يعني هو هنا يعد مرجعا، لكن هو كما وصف هو يعني تجميع، تجميع يعني فيه شيء من الـ يعني الـ 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 الإبداع وال صحيح صحيح دقة العبارة. نعم، فلذلك يعني هو يعني ليس مرجعا أصيلا وإنما مرجع مساعد. صحيح تماما، هو مفتاح لمعرفة يعني المسائل والمراجع. نعم، الموسوعة الفقهية كلها تجميع، يعني شو المشكلة؟ هو كان فيها المسألة هي أنه التجميع مرتب ومبوب ممنهج وأمين في النقل. صحيح، ويعزو والرجل. نعم نعم، خدمة و نعم، هو بعبارة يعني سهلة وعبارة مدرسية، بعدين يعني كان صياغته واضحة. نعم، وبسط المسائل الفقهية. طيب أولي للباحثين لتمتع لي. نعم، صفحة 60 يا أخونا، صفحة 60 عجل شوي، صفحة 60 ما بسمع السطر الثالث أعلى، ثالثا قاعدة الزواجر والجوابر وأثرها على مفهوم التوبة، هل بإمكانك أن تشرح لي هذه القاعدة؟ ما معنى الزواجر والجوابر؟ وهذه فيها خلاف كبير بين أهل العلم. الجمهور قالوا الحدود زواجر وجوابر، مظبوط؟ الحنفية قالوا الحدود زواجر وليست جوابر، صح؟ طيب هذه تحتاج إلى بحث معمق، مش هيك سريعا. طيب نعم، صفحة 63 لازم ترجع لها تفصلها. وسط الصفحة 63
تقول يستفاد منه حرص الإسلام على إصلاح الجناة وتهذيبهم لا عقوبتهم. 63. يستفاد منه حرص الإسلام على إصلاح الجناة وتهذيبهم لا عقوبتهم والانتقام منهم. مظبوط. طيب أنا أسألك، العقوبة في حد ذاتها أليست إصلاحا؟ هي إصلاح وليست انتقاما، بدليل الأحاديث التي ذكرتها أنت. بعدما رجم فلان، بعدما رجمت الغامدية لقد تابت توبة، فالعقوبة هي للتهذيب. الشريعة الإسلامية لا تنتقم من أحد، العقوبة هي إصلاح للجاني وهي أخذ بيده إلى سواء السبيل. نعم. دليل السابع عن عائشة رضي الله عنها ضبطها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة. من هي؟ قالت عائشة: وكانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأرفع حاجتها إلي. من هي هذه المرأة؟ هي المخزومية. طيب بين لي إياها، ما بيصير، وين حديثها؟ وين تخريجه؟ وين؟ ما بيصير هذا الحكي يا أخي. أورد لو في الهامش نص الحديث المرأة المخزومية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أسامة أن يشفع لها، وبعد ذلك بعد أن قطع النبي يدها تابت وحسنت توبتها، أليس كذلك؟ يلا، كل الأخطاء اللغوية اللي حنشيلها هلا، لأنه ما كتير شو بدي أعمل. صفحة 82. هذه إشارة خلاص أشار إليها الأستاذ الدكتور رأفت بالقانون السعودي، طلب منك النص وأنت لم تذكر النص. بلى. خلاص هو أعطاكها. صفحة 103. نعم. البند الثالث: إن مدة رد الاعتبار. ما هيك؟ ضبطها. في أغلب القوانين العربية أقل من مدة رد الاعتبار القانوني. أي قانون تقصد؟ إيه، بدك تحدد لنا القانون. كمان أشار إليها الأستاذ. نعم. صفحة 120. في وسط الصفحة: أما الشافعية قالوا باشتراط إصلاح العمل في مدة يختبر فيها الجانب الانتقال من الحال السيئة إلى الحال. شو حقلت لي هون؟ أنت مسؤول. 121. ونقل أيضا في شأن توبة القاذف إلى آخره، وهو أحد القولين للشافعي وإلى آخره. طيب هذا الكلام نقلته أنت من المغني لابن قدامة. طيب هل لماذا لم تعد إلى أمهات كتب الفقه الحنبلي ككشاف القناع والمبدع المغني فقه مقارن؟ يجب عليك أن تعود إلى أمهات كتب الفقه الحنبلي. الإنصاف المرداوي حطه بالفهرس بس ما شفته. ما شفته أنا. نعم. طيب صفحة 123.
تذكر المذاهب في شأن توبة القاذف 123. نعم، تذكر المذاهب حول توبة القاذف، تقبل شهادته أو لا تقبل كذا. طيب أنا ما رأيت هنا شخصيتك أبدا، وما رجحت بين المذهبين خاصة في أو حول اشتراط مدة التوبة. ومدة التوبة هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال حتى تصبح حاله حسنة، منهم من قال شهر، منهم من قال 3 أشهر. ايه طيب، ما ذكرت لنا وما رجحت المدة في هذه في هذا المضمار أبدا. طيب صفحة 125 الآثار استدلوا بفعل عمر، ما هيك؟ فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة حيث أجاز شهادتهم فيما شو استقبل. طيب اقرأ هذه العبارة، اقرأها كلها. فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث، أو فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث أنفسهما وتابا وأبى أبو بكرة أن يفعل مثلهما، فكان لا يقبل شهادتهما ولا كان لا يقبل شهادة أبي بكرة. كان لا يقبل شهادة أبي بكرة مش شهادتهما، العكس تماما. نعم عم نتجوز له. طيب صفحة 128 128 تقول في إجراءات التوبة، عندك وضع؟ لا في وضع. في غارات من روسية يعني على المكان. الأمر يعود إلى رئيس الجامعة. لا، إذا كان هناك وفق تقديري من هم في المكان خطر داهم، والآن فإننا نتخذ الإجراء المناسب. الآن أنت تقول لنا حجم الخطر، إذا كان هناك خطر وطلب للإخلاء فقل لنا. إن شاء الله أكمل دائرة إن شاء الله لا يجد شيء. هذا شيء طبيعي للطيران في الأجواء. طبيعي. أنا عندي الخبر الآن في 6 طائرات نعم. من طائرات حربية روسية أريد. واضح. فإذا كان في خطر أنت تقدم. قل لنا يا أخي مأمون، عليك الأمان. ثواني ثواني. في تنفيذ جريحة وخال شيخون في الدوائر مثلا. نعم. طيب. سنوجز. إذا نحن سنوجز بانتظار أي إشارة عابرة، فلا تتردد بالقول. نعم. فإننا نعمل النظريات الفقهية في المناقشات الجامعية. حنجوز عنها. نظرية الضرورة الشرعية. نعم. طيب. صفحة 128. 128 نعم، تتحدث عن إجراءات التوبة. أنا أسألك، يعني أنت تقول استدرك الباحث أن للتوبة لها إجراءات، عبارة أصلا منها مضبوطة، وبعدين هل أنت استدركت إجراءات التوبة أنت، أم أنك استفدتها من مصادر أخرى؟
الفقهاء تكلموا عنها وأفاضوا في إجراءات التوبة، وأنت تنسب الاستدراك إلى نفسك، هذا ما ينبغي. لا، أنت تقول استدرك الباحث والفقهاء أفاضوا في هذا الموضوع، كيف استدركت أنت؟ طيب خلاص، روح معي على صفحة 142. تتحدث في أسفل الصفحة عن عودة الأهلية، حيث يترتب على رد الاعتبار إلى آخر وتعود له أهلية الأداء الكاملة. ما هي أهلية الأداء الكاملة؟ هناك أهلية وجوب، هناك أهلية أداء، وأنت لم تعرف بأي منهما. هي وجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. يعني أوقعت نفسك في مطب آخر، ما في هناك تماسك بين أطراف هذه الرسالة أبدا. قل اللي لحقنا أعملها بعدين، سويها بعدين. طيب خلينا هون 151. تتحدث عن دليل العقوبة في جريمة الحرابة، وتقول أو نفيهم من الأرض بحسب أو بحسب الجريمة التي اقترفوها. 151. إيه؟ فقد شدد الله في العقاب إما قتلهم أو صلبهم إلى آخره بحسب الجريمة التي اقترفوها، ما هيك؟ طب هذه مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، حيث اختلفوا في أو، هل هي للتنويع أم هي للتخيير، في خلاف بين المالكية وبين غيرهم في هذه القضية، وأنت ما تطرقت إليها أبدا. طيب صفحة 153، السطر الثاني من أسفل. استدل الفقهاء على عدم سقوط الحد عنه بالتوبة. أسألك، بعد القدرة عليه أم قبل القدرة عليه؟ على عدم سقوط الحد عنه بالتوبة، بعد القدرة عليه لا قبلها. التوبة عن المحارب لا تسقط بعد القدرة عليه، لا تسقط أبدا ولو تاب. طيب صفحة 162. ما في تناسق، ما في تماسك. طيب رحلة 162. الله طول بالك علينا مولانا شوي. 162. في وسط الصفحة يتبين مما سبق اتفاق الفقهاء على إسقاط عقوبة الباغي، وهي القتل بالتوبة. مظبوط. طيب انا بدي اسالك، الباغي فيك تعرف الباغي؟ من هو الباغي الذي خرج بتاويل، ما هيك؟ ايه، وهذا ما يميزه عن المحارب، فهو خرج بتاويل ولا يعد فاسقا. فكيف تقول اتفق الفقهاء على اسقاط عقوبه الباغي بالتوبه؟ أي توبة هذه؟ ما هو خرج بتأويل، التوبة هنا لا أثر لها، هو هي الخروج عن الإمام الحق بغير وجه حق بس بتأويل. صفحة 165. السطر الثالث. أجاب إن تاب من الزنا والسرقة أو شرب الخمر
قبل أن يرفع إلى الإمام، فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة عليهم، مظبوط؟ وأنت تورد هذا الكلام في باب التوبة. طيب إذا تاب الزاني ولم يقم الحد عليه، هل هناك أثر لتوبته؟ يعني هل التوبة ترفع الحد عنه أو تسقطه؟ هناك قاعدة فقهية ذهبية تقول التوبة لا ترفع الحد. إيه؟ فالزاني هنا شو علاقته هنا؟ السارق اختلفوا فيه، إذا رد المسروق. طيب أنت ما ناقشت وين شخصيتك بالبحث؟ هناك قاعدة ذهبية التوبة لا ترفع الحد ولو تاب. ماشي صفحة 173 173 أوردت تعريفات الفقهاء حول الزنا، حنفية، المالكية، الحنابلة، الشافعية، الحنابلة، وكأنك على عجلة من أمرك لم ترجح بينها، خاصة وأن هناك خلافا واضحا بين الفقهاء حول اعتبار عمل قوم لوط والسحاق هل هو زنا أو لا. مظبوط، هو بيتحمل، بده يتحمل. اجتهد فأخطأ. نحن نتجاوز. طيب صفحة 183 183، يلا. المطلب الثاني أثر التوبة على القصاص والديات، وهذا سؤال سألك يا دكتور رأفت، وأنا كمان أزيد. طيب أنا أسألك، ما أثر التوبة على القصاص خاصة إذا عفى أولياء المجن عليه أو قبلوا الدية؟ هل يعاد إلى الجاني اعتباره؟ واحد قتل إنسان وأنا عفوت عنه، هل يعاد إليه اعتباره؟ ما هو قاتل بس أنا عفوت عنه ابتغاء وجه الله، كيف يعاد إليه اعتباره؟ لا يعاد، ما نقاتل، وهذه بدها مدة زمنية والله أعلم، أهل القانون يدركونها. إذا طبق عليه الحد، لا أنا عم لك إذا عفى أولياء المجن عليه أو قبلوا الدية، هل يعاد إلى القاتل اعتباره؟ لا يعاد، لا يعاد يا أخي. صحيح. بس بيقدموا يعني أولياء أو بالأحرى فروعه بيقدموا طلب إعادة الاعتبار. نعم. صفحة 184 السطر الثالث من أسفل تقول: وسقط القصاص عن القاتل سواء كان العفو مطلقا غير مقيد أو كان العفو على الدية، وسواء قبل الجاني دفع الدية أم لم يقبل. سواء قبل الجاني دفع الدية أم لم يقبل، هذه قضية فيها خلاف كبير بين أهل العلم. هل نعم، يعني إذا أنا من أولياء المجن عليه قبلت الدية، هل يتوقف قبول الدية على رضا الجاني أم لا؟ هذه فيها خلاف كبير، بعضهم قال يتوقف على رضاه، يعني فما أتى لي أبي بده يوقف على خاطره بيدفع دية ولا ما بيدفع دية كمان، هذه فيها خلاف كبير يا أخي، كان يجب عليك أن تشير إليه. الله كل هودي نحن شيلون.
الوضع الأمني، كيف الوضع الأمني؟ صفحة 193. لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم العدالة على قولين. ذهب أبو حنيفة، الهامش واحد، شو كاتب أنت؟ بداية المجتهد. هل قول أبي حنيفة يؤخذ من بداية المجتهد؟ لا. نعم. طيب قول الجمهور، كاتب التلقين للثعلبي، هذا فقه مالكي. قول الجمهور يعني عندك شافعي وحنبلي ومالكي، ولا مصادر تبعيتون؟ يعني أنت تنقل نقلا عن كتب حديثة. صفحة 194، أراك قد عرفت بالإمام السيوطي وأغفلت الإمام الغزالي، شو ذنب الزلمة؟ 194 وعرفها السيوطي، حاطط لي تعريفه تحت، والغزالي ايه وين حطه بالفهرس بعدين ان شاء الله ان شاء الله. طيب وقيل هو استواء الانسان عن دينه واعتدال اقواله. الاستقامه هي استواء الانسان عن دينه ولا على دينه؟ هذه ما فيني مرق لك اياها، لانه على دينه، لانه هذه يعني بيختلف المعنى من السماء الى الارض. نعم. طيب صفحة 196، النوع الأول 196، اقرأ هذه العبارة، النوع الأول أول صفحة، اقرأ. ايه ايه فسر لي هذه الجملة، أنا ما أراها جملة صحيحة ومفيدة. أعد صياغتها، كلام مش صحيح. وبعدين صفحة 197، تبدأ بكلام ابن القيم ثم ابن رشد ثم بكلام الحنفية. عليك أن تتبع الترتيب في المذاهب، حنفي مالكي شافعي حنبلي، واضح؟ طيب الأخطاء كمان اللغوية بلاها. صفحة 204، في أسفل الصفحة، ورد الحنفية على حديث أبي بكر من تاب قبلت شهادته أن في ثبوته نظر لأن راويه عمرو بن قيس. من هذا عمرو بن قيس؟ وكيف جرحه أهل الحديث؟ وكيف تكلموا فيه؟ بس هيك لأن راوي عمرو بن قيس؟ أنت بتعرفوا لعمرو بن قيس؟ ما عدت إلى كتب الشروح والعلل. طيب الأهلية اللي لك عليها، يلا خلصنا مولانا، نحن ما هنطول. في نتائج البحث أيضا أغفلت التوصيات، مع أنه نتائج البحث فيها نظر كبير جدا. طيب أنت تكتب رسالة ماجستير تمهيدا للدكتوراه، ما عندك توصيات. إذا أنا بدي أكتب هلأ برد الاعتبار من جديد، ما أوصيتني بشيء وما أتيت أنت بأي شيء جديد. أنا إن شاء الله يعني أكتفي بما ذكرت، وسوف أزودك بهذه الرسالة لتقف على بقية الملاحظات إن شاء الله عز وجل. حياكم الله وبارك فيكم وأشكر حسن استماعكم. شكرا للأخ الكريم الأستاذ
عبيد على تفضل به من ملاحظات قيمة، والهدف من المناقشة توجيه الطالب إلى ما فيه تسديد لما كتب، لأن هذه الكتابة تكون حجة له أو عليه يوم القيامة، وكان ينبغي أن يأخذ بتوجيهات فضيلة المشرف، ولكنه اجتهد في مورد النص، غفر الله تعالى له وسامحه وعفى عنه، وهو مطالب الآن باستدراك هذه الأمور اللغوية بالدرجة الأولى، ثم الفقهية، وكي يخلص إلى نتائج مقبولة، نتائج واضحة سليمة، فهذه رسالة تحمل اسمه وتحمل اسم المشرف وتحمل اسم المناقشين واسم الجامعة، وينبغي أن نكون أمناء على كل هذه الأسماء. كيف هي؟ جزاكم الله خيرا، ونحن نضم صوتنا طبعا لصوت الدكتور أسامة، ونتمنى انه ان لا يفترض المشرف افتراضا ان الباحث قد اخذ بتوجيهاته، ويكون هناك نوع من تأكيد على انه اخذ بملحوظاته بعد الطباعة بصيغتها الأخيرة، لأننا بالفعل لا نقبل أن يكون هناك أخطاء يعني نعتبرها جوهرية في حجم رسالة بمرحلة الماجستير، مع علمنا أن كلية الشريعة في جامعة حلب وأن خريجيها يعني هم على ما نفترض في الأصل أنهم قد راعوا الجانب اللغوي في جامعتهم الشهباء، غفر الله لمن قصر تقصيره. الآن نختلي تختلي اللجنة، ونحن نضطر لحجب الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة عام 40 بعد 104 الهجرة، الموافق 24 من شهر تموز عام 19 بعد 2 للميلاد، عقدت جلسة مناقشة الباحث الطالب مأمون خالد الغرة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس لبنان، وموضوعها رد الاعتبار في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة. وتألفت لجنة المناقشة والحكم من فضيلة الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي رئيسا ومناقشة، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الحموي مشرفة، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبيد قارئا ومناقشة. بعد إجراء المناقشة العلنية من 10:15 صباحا لغاية 1:00 ظهرا، وبعد التشاور والتداول، تقررت توصية بمنح الباحث الطالب مأمون خالد الغرة درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية بتقدير جيد مع إلزامه بالتعديلات خلال 1 شهر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.